الأهلي يتفادى مفاجآت الكأس ويهزم مصر المقاصة بهدف رامي ربيعة وتأهل لدور الثمانية لمقابلة المقاولين العرب في كأس مصر. كابتن علاء، الهدف تحقق النهارده. بس الحمد لله يعني. تأهل. الهدف تحقق. هو الهدف بس تحقق الحمد لله، تأهلت وهتقابل المقاولين. بس أنا يعني لو تسكت يعني مش أكتر من كده. لأن يعني المباراة ما فيهاش حاجة تقال خالص يعني، ما فيش حاجة تقال في المباراة. لكن هي دي مباراة الكأس على فكرة، بتحصل ممكن مفاجآت، ممكن تحصل المباراة زي النهاردة كده مش هتلاقي فيها فنيات كتير، لو حاولت تعمل أي حاجة مش هتلاقي فنيات خالص النهاردة. لكن في الآخر أنت بتبص للتأهل، التأهل الحمد لله تأهلت. لكن الناس كلها كانت موسمة أنت تتأهل بشكل مقنع بفرق الامكانيات الكبيره قوي اللي بينك وبين فريق المقاصه، اللي حاول طبعا على قد امكانياته المحدوده جدا 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 ان هو بس كان بيحاول بيقطع كوره بيعمل كوره طويله. على الجانب الاخر انت افتقدت حاجات كتير جدا النهارده، يمكن اسامه كان اتكلم منه شوطين، اللي هي تاهلك الفوز، بس فوز من بدري، فوز مريح، ومباراه كنت ممكن تسهلها على نفسك تماما تماما من غير اي مجهود والشد العصبي، انك توصل للدقيقه 89 وتكسب المباراه بضربه جزاء. يعني احداث كتير قوي يا ايمن انت كنت ممكن تتفاداها. أيوة. لو كنت بدات صح شخصيتك بالنزعه اللي عندك، بالحميه اللي عندك، بالضغط كويس، بالشكل كويس، تلاعب فريق المقاصه صح من الاول. لكن انت ما اعرفش، هل استسهلت المباراه فقلت هكسب، فبدا الوقت يعدي منك، ودي في كره القدم حاجه سيئه جدا. استسهالك للمباراه وتقول انا هجيب جول في اي وقت دي حاجه سيئه جدا. قصدك على اللعيبه طبعا. طبعا. لانك في لحظه لقيت نفسك في الدقيقه 89. بالظبط. يعني تخيل انت بالزبط. بدات في الدقيقه 1 فبدات ها الشوط عدى، هجيب الشوط الثاني، الشوط الثاني 89 ضربه الجزاء جايه في الدقيقه 89. ف يعني تتعلم النهارده. الحمد لله عديت، لكن اتعلم النهارده في اخطاء كتير قوي لازم تتصلح، لازم تعرف ان مباراتك الكويس مختلفه تماما عن ماتشات الدوري، لازم المباريات زي دي او الفرقه الاقل منك مع احترامك الكامل للمقاصه لازم تحسمها، لازم الفروقات تبان يا ايمن. هو الفرق بيبان بينه وبين الفريق المنافس في ايه؟ ما يكون اقل مني في النتيجه يعني. انا لما اطلع النهارده كسبان 4-5 ده طبيعي يعني، مش هنطلع نهلل، لان الحمد لله دي الفروقات الطبيعيه اللي بينك وبين فريق زي النهارده المقاصه. فريق هبط رسميا خلاص، والفروقات كتير قوي بينك يعني جماعيا وفرديا وكل حاجه، ومستوى الخطط وكل حاجه والامكانيات والروح والرغبه. انت بتلعب على كاس، انت ما بتلعبش على ماتش النهارده عشان تكسب النهارده. انت بتلعب عشان ان شاء الله توصل للمباراه النهائيه. انما هو النهارده بيقدم مباراه ضد النادي الاهلي تمشي زي ما تمشي، لكن هو لقاها ماشيه وبدا يطمع وبدا يحسب لها ان هو يخش على اكسترا تايم بعد الدقيقه دخل على 89. فيقول لك طب ما انا ممكن العب معاه اوصل الاكسترا تايم واضيع برده اكسترا تايم زي ما حصل الشوط الاول والثاني، والعب ضربات ترجيحيه وانت وحظك في الاخر. هيتقال انت وحظك، هو ده السيناريو اللي اترسم ممكن بين اللعيبه، ممكن ما بين المدير الفني، لكن انت ما ينفعش توصل للمرحله دي. المرحله دي بالنسبه لك انت غلط، خطا ان انت تبدا تفكر انك عايز تجيب هدف، والهدف يجي بضربه جزاء، وبتبدا تضغط وبتبدا تلعب كور طويله يعني عاديه جدا متشافه بمعنى اصح. طب انت وصلت نفسك ليه كده؟ انت المفروض من بدايه المباراه تخلص المباراه بدري. كل التغييرات اللي حصلت دي كانت المفروض تغييرات كده بتريح ناس، بتدي ناس وقت يعني تسير المباراه زي ما انت عايز. لكن في الاخر ماشي، درس اتعلمناه الحمد لله تأهلنا، لكن لازم في حاجات كتير قوي تتحسن. هو ده الحاجة الحلوة يا ايمن النهارده في ال 95 دقيقة اتلعبت النهارده، هو ده. أنت الحمد لله تأهلت بس، وتسكت ما تتكلمش. تتكلم على أنت ليه وصلت لكده، ولازم في تحسن لناس كتير قوي أحسن من كده بكتير. لازم يبان الفروقات، لازم تعرف أنك تلعب شخصية واسم النادي الاهلي. هو ده اللي لازم تعمله. صحيح. كابتن اسامه، فوز مهم ولكن الاداء لم يكن على المستوى المطلوب. يعني احنا قلنا الكلام ده الشوط الاولاني، اولا مبروك طبعا الفوز والتاهل للمباراه القادمه في دور الثمانيه مع المقاولين العرب. الكلام ده قلناه الشوط الاولاني، وقلنا لما يحصل تغييرات لازم ينزل بعض الناس، وهو فعلا نزلهم زي حسام، زي صلاح، زي اشرف، محمد محمود. ان هيحصل فرق، ايوه، وان هيحصل تغيير
لا تغيير، ما فيش تغيير حد. ليه ما حصل؟ ليه التغيير ما عملش تغيير؟ لانه اللي نزلوا ما 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 ما, ما اضافوش حاجه، ما اضافوش حاجه، نفس الريتم مشي بيه. بس شويه اللي هم الحماس اللي نكاش، انت بتعادل والوقت بيعدي، قاعد تعمل كور جوه ال 18 وخلاص، وزي ما تيجي بقى، جبت جون ما جبتش جون. لكن لو ما انتبهناش في المباريات القادمه بتاعه الكاس، لو هو هذا الاداء للنهارده، توقع مفاجاه، توقع مفاجاه. اللي حصل النهارده ده يتنسي، لانه يعني احنا ما عملناش حاجه، احنا جبنا جون وربنا كرمنا بيه. حتى انت تحس يعني احمد طارق سليمان اللي هو حارس المرمى وبحييه النهارده، عمل ماتش كويس، ما فيش خطوره كبيره عليه، لكن هو اتعامل في حدود الحاجات اللي جات له بشكل كويس وكان ثابت. ما فيش خطوره حقيقيه على مرمى المقاصه، رغم الضعف الكبير لفريق المقاصه. يعني مع احترامي ليهم، بعاد جدا 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 ان يكونوا في الدوري المصري بالشكل ده. هم كافحوا على قدهم، الراجل مغير بتاع 7-8 تغييرات عن المباريات اللي فاتت، لانه بيعد بقى للي جاي في الدرجه الثانيه يعني. ف الحمد لله على النتيجه. غير كده الاداء سلبي في كل شيء، اختراقات من الاطراف ضعيفه جدا، الكرات العرضيه معظمها من الشوط الاولاني والشوط الثاني يا اما قصيره، يا اما ورا الجون، يا اما مش رايحه لحد، يا اما ما يعني عارف. حتى التسديد كان غير دقيق بره، اللعب فيه فركشه كده، عفنا عكشه يعني، مش لاقي حاجه تمسكها كويسه يعني. عشوائي يعني، فركشه ونعكشه نفس الحاجه يعني. هو قصده عشوائي يعني، في عشوائيه يعني. مش فالحمد لله على المكسب، لكن الحذر 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 كل الحذر. اذا الاداء ده والقوه حتى والاصرار اللي بتادي بيه ما اتضربش في 10 في الماتشات الجايه، يعني توقع مفاجاه. كابتن عادل، فوز مهم عبرنا فيه لدور الثمانيه، وده الاهم النهارده يعني. دي النقطه الايجابيه اللي اتحققت النهارده، بجانب يعني الحمد لله رب العالمين ما كانش فيه اصابات قوي، لو ان شفنا كريم فؤاد عنده حاجه في الخلفيه وكان بيحط تلج. هي دي يعني الايجابيه، ان احنا عدينا مباراه النهارده. طب يا كابتن، يعني الحمد لله ان احنا عدينا ورحنا الدور اللي بعده، دي واحد. اتنين، لازم بقى نعمل حسابنا على اللي قدام، الحاجه اللي قدام. يعني احنا دائما بنفكر تفكيرين، تفكير وقتي وتفكير للي جاي، الفتره اللي جايه. انا وجهه نظري، يعني انا وجهه نظري، اتمنى ان الموسم ينتهي بخيره وبسرعه، واتمنى ان احنا نحط ايدينا على عيوبنا دي، مهم. بدايه العلاج الصح تعرف التشخيص الصح، لو شخصت غلط هتفضل غلط. يعني لما بتيجي نتكلم على ناشئين او شباب او اي لعيبه بتلعب في فرق، انت بتحتاج منها حاجتين. بتحتاج منها رقم واحد ان يطمنك على المستقبل، تمام، وبتحتاج منها انه يزود لك اللعيبه الكبار، ومحتاج منها ان هو يبقى منافس للكبير عشان يخليه يزيد، والكبير يعلمه حاجات النادي كتير. لكن في الفترة الحالية اللي انا شايفه بمباراة النهاردة، يعني انك بتكمل السنة، فاهم، وبتريح اللعيب، فما نجيش ان احنا نطلب اداء خلاص الموضوع. انت بتشتغل بقى تجاري حد ما تخلص الموسم ده، وانت بتعد بقى للموسم القادم. يا كابتن ايمن، الموسم القادم محتاج منك من البداية يعني. بس خليني قبل ما نوصل للموسم القادم اكلمك على اهداف المرحله او اهداف القرار اللي خده الكابتن محمود الخطيب مجلس الاداره. من ضمن الاهداف ان انت برضو تشوف المجموعه اللي عندك، وتشوف كمان مجموعه الناشئين اللي هم اللي انت تقدر تاخد منهم للمرحله اللي جايه وتعتمد عليهم، مش تعتمد على المستوى الاساسي ولكن تستعين بيهم مع الفريق الاول. انت تستكشف الاستكشاف الناشئين،
ماشي. لانك انت المفترض انك انت عندك الوقت اللي انت تقول انا عندي مثلا عادل عبد الرحمن ده لعيب كويس وهيبدا يلعب بعد سنه. ما هو بعد سنه يعني هو يعني ملوش دور في الفتره اللي جاي. لا ما انا عارف طبعا يعني القرار مش هيجي من لا طبعا مش مباراه، انا بقولش على مباراه ولا مباراتين، انا بتكلم على الفتره كلها. احنا دايما عندنا لعيب برونز، لعيب احنا عارفينهم كقطاع، انت عارفهم ماشي. عندك 7-8 لعيبه انت متاكد تماما ان هم لعيبه كويسين، دخولهم في الفريق الاول ونجاحهم بيجي من المدربين والاستراتيجيه اللي انت بتنجحهم. انا دلوقتي في الظل اللي احنا شايفينه مش هتنجح ولا واحد فيهم. ليه؟ لان فيها صعوبه شويه. ايوه ماشي. ايه صعوبتها؟ طيب انك انت مش في احسن حالاتك، دائما الصغير عايز يتشال وبعدين يشيل. ما ينفعش نعمل العكس، الصغير اللي يشيل وبعدين ينشال. لا ده هي المفروض ان انت بتحط لاعب واتنين علشان قدام. المهم في الفترة اللي احنا فيها دي انك تستكشف اللاعب الناشئ، تستكشف اللي هيكمل مش معاك. اي ناشئ تستكشف ازاي ان ده هيبقى للفريق الاول. بالظبط. احنا كنادي المفترض الغلط انك ما تكونش عارف. يعني انا ما نزلش واحد، يعني انا مثلا من 5-6 سنين كنت قلت لك اللي قلت عليهم الحمد لله طلعوا لعبوا، انت فاهم؟ واللي قالوا الكابتن فتحي مبروك، واللي قالوا الكباتن اللي كانوا ماسكين كلهم في القطاع الناشئين قالوا ده لعيب كويس هيطلع يلعب، انت فاهمني يا كابتن؟ نجاحه بقى من عدم نجاحه ده بيخش في الفتره الزمنيه اللي الفرقه فيها كويسه ولا مش كويسه، اللي هتساعده ولا مش هتساعده. فعلشان كده انا بقول لك خلي السنه تعدي بمراحلها، لانك لو قيمت ان الشباب والناشئين هتظلمهم الفتره دي كتقييم. يعني انا هديك مثال صغير قوي في لعيبه الموجوده النهارده، مثلا محمد نصير من اللاعبين اللي كان بيلعب اكبر من في فرق اكبر من عمره او سنه بسنتين ثلاثه، زي العربي بدر اللي كان موجود في الخارج، زي مثلا على سبيل المثال المجموعه اللي كانت معانا مصطفى شوبير، كان فخري، كان محمد عبد المنعم، اللعيبه دي كلها. انت محمد عبد المنعم ده بالاخص، يعني محمد عبد المنعم انت استكشفته لما لعب في المنتخب. خلي بالك من النقطه دي، يعني هو بدا يبقى كويس بره وبعدين جالك المنتخب خده ولعب بطوله افريقيا. بس في حاجه قبل نقطه المنتخب دي، هو انت لما بتعير لاعب برضه بتبقى عينك عليه، لان ده ممكن يرجع ولا ده ممكن يتباع. لا انت بتعيره عشان يلعب فريق قوي. ماشي. وبعدين انت بتعيره ليه؟ عشان انت شايف ان هو عينه كويسه او ممكن يجي منه بعد كده، بفضل متابعه في الفرقه اللي هو راحها عشان لما بيجي بمستوى معين ده ممكن استفيد بيه بعد كده، هاته. صح؟ فببقى متابعه. هي فتره المنتخب بس لما احتاجه المنتخب هو ادى كويس، انما هو كمان كان بيأدي في سموحه كويس. كابتن يعني عاوز اقول لك انا مودي سموحه. ايوه. يعني انا كنت جايبه اول واحد هو كريم يحيى. قالوا لي لا ده السنه دي وده السنه الجايه هيروح سموحه. لكن اللي انا عاوز اقوله لك ايه يا كابتن؟ افضل فتره للنادي الاهلي الاربع خمس سنين اللي فاتوا في القطاع الناشئين. ايوه. مش في الشغل جوه النادي بس. كويس. لا شغل الاعارات. كويس. ناتج الاعارات كان مين؟ اكرم توفيق. اكرم. عبد القادر. ايوه. احمد ياسر ريان. عمار. شوف انا بقول لك اسماء المفترض ان هي من افضل اللعيبه في الفرقه كانت الفتره اللي فاتت. منعم. دخل في منعم. فهي دي الفتره عشان يلعب، لانه مشكلتنا احنا عكس الانديه. حتى زياد طارق كان معار لاسماعيل. طيب. فخري كان في البنك الاهلي حاجه. طيب. انا عاوز اقول لك كابتن ان احنا غير انديه تانية او جميع انديه مصر. بمعنى ازاي يا كابتن؟ انه انت بتلعب على كل البطولات. انت لما بتوصل وبتكسب جميع البطولات وبتلعب مباراه واحده وحش، وانت كمان بالقطاع بالناشئين اللي انت بتلعب بيهم، بيقولوا لك ايه في الاخر؟ ادائك غير جيد.
اداء النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لك استثني المباريات الايام دي. انت عايز تعدل موسم علشان تحط ايديك على اللاعبين الجدد. اللاعبين الجدد اللاعبين اللي بترتاح، مش المهم انك انت تجيب مجموعه لاعبين بس، المهم انك تجيب مجموعه في اماكنها. الفكر في الوقت الحالي انك انت اللعيبه اللي تجيبه لازم يكون بينفعك في ماتش واثنين وثلاثه كده، في ملعب، في مكان، مركز او مركزين او ثلاثه، لانه كره القدم اتغيرت من زي زمان. اللعب كله في مكان صغير، في مساحات صغيره، كل السمات والصفات في الاماكن بتبقى شبه بعض. لازم تجيب لعيب جيد، لازم تجيب لعيب يستحمل وحط تحتها. استحمل ايه بقى؟ الضغوط ولا الضغوط ايه؟ طبعا ايه. اصل اللعيب عقليه، وانت بتشوف اللعيب في الملعب بس، لا اللعيب في الملعب وبره الملعب، ولما يتضغط ولما فرقته تنزل شويه يعمل ايه، ولما يتضغط عليه من الجمهور يعمل ايه، كل الحاجات دي انت محتاجها. علشان كده بقول لك انا يعني متخيل الايام اللي جايه ان حطوا ايديهم على العله اللي عندنا. يجب ان لما نيجي نختار الفتره اللي جايه للموسم القادم لازم في نوعيات. اديك شفت اللعيبه اللي ما بتنفعكش، وخلينا نبقى صراحه، في اسماء لا تصلح للنادي الاهلي وكلنا عارفينها بس ما نقدرش نقولها على الهواء، ولكن انا من وجهه نظري انه كان في فرصه كويسه قوي لاستكشاف. فيها خسائر شويه، انك ممكن تخسر دوري، خسرت كاس، لكن ممكن تستفاد منها كويس. اديك عرفت النوعيات اللي انت لازم تجيب عكسها تمام. صحيح، ودي مهم. كابتن بلال، التاهل صعب لكن هي دي مباراه الكؤوس. حقيقي انت عايز تنتقد، شكلك كده وانت داخل عايز تنتقد. لا لا، مش الفكره، مش فكره انتقاد يا كابتن. الفكره اللي بيحصل ده في الملعب ده امر طبيعي، خد بالك امر طبيعي، لان انت خلاص انت الموسم بالنسبه لك موسم منتهي. انت مش عايز منه حاجه، ولكن انا عايز حاجه من المسابقه دي. كاس مصر قصدك يعني؟ طبعا. انك توصل للفاينل، انك تكسب انا بلعب على البطوله. شوف هقول لك على حاجه كابتن ايمن، يعني انت بيبان لك رؤيه وتفكير المدير الفني تمام من سيران الجيم، من الجيم نفسه، انت عايز ايه؟ خد بالك، وفيما بعد كده واضح اللي قلناه قبل الماتش هو ده اللي بيحصل يا كابتن. هو انا عايز اشوف اللعيبه، عايز اجرب، عايز اعرف مين مكمل معايا، مين مش مكمل معايا. دي الفكره اللي احنا شفناها النهارده. ماشي، بس دي الفكره. بس في حاجه، خد بالك، انا عايز اكسب. قلنا ان هو اكيد عايز يكسب طبعا، خد بالك، اكيد مليار في الميه. انت بتلعب على بطوله غير بطوله الدوري، مليار في الميه. ما خد بالك، دي برده سلاح ذو حدين يا كابتن ايمن، سلاح ذو حدين. يعني مش هتعرف تعمل كل حاجه في كل في 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 في, في, في توقيت واحد. مش هتعرف تختار وتقيم وفي نفس الوقت تبقى عايز تكسب وتأدي بشكل كويس قوي. استحاله. استحاله. اللي بيحصل في الملعب ده راجل عايز يبص ويشوف اللعيبه ويقرر ويفكر ويتكلم ويعرف انا مين مكمل معايا ومين مش مكمل، خاصه لان انت مش انت مش مكمل، يعني قصدي سوري مش هتقف. أيوة. يعني مش مكمل الموسم، لازم يعني هيلحم في الموسم اللي بعديه. أيوة. فانت مش هتقف عشان يعني تقدر تقيم تقييم جاد في التدريبات او في او لما تاخد فتره تقدر تحكم على اللعيبه. ده كل ده يا كابتن بتتكلم على المدير الفني. طبعا اكيد بكمل. طيب عشان لما نيجي للمرحله بقى اللي احنا بنتكلم فيها على اللعيبه. لا انا بكلم على المدير الفني. بالظبط، لما بيحس ان الامور صعبه في الملعب بيبتدي يعمل التغييرات. ماشي، مين مش كويس، مين مش جيد، عايز اغير مين، هحطه مكان مين، انا خلاص عايز اكسب. دي مرحله ثانيه، هو يعني بيبتدي بفكره وبينهي بفكره ثانيه. ده اللي احنا شايفينه، ده اللي انا شايفه النهارده. انت بتدي بلعيبه النهارده، بتدي بسيد عشان تقدر تقيمه هل هيأدي زي الماتش اللي لعبه قبل كده، هل ممكن يسجل اهداف. تمام، اصل مش طبيعي، يعني خلينا نتكلم ككور، مش طبيعي ان حسام حسن يبقى جايب جول الماتش اللي فات وعامل ركله جزاء في مباراه كانت متصعبه في البدايه وبعدين ما تحطوش اساس النهارده. ده مش طبيعي. يعني الامر يعني ما لازم يبقى فيه حاجه، لازم يبقى فيه فكره عند المدير الفني. طب ممكن يكون برضو وجهه نظر، المنافس غير المنافس، كويس؟ لا بص، فممكن احمد سيد مثلا يبتدي بيه. ما هو ليه؟ عشان اكسب ولا عشان احكم عليه، اشوفه، اجربه، اديله تاني عشان يبقى نظرتي في ماتش واثنين وثلاثه عشان اقدر اقيم لا ده موجود معايا ولا مش موجود. هل ممكن يشيل معايا او يكمل معايا الموسم اللي جاي ولا لا؟
ما هو اكيد دي اكيد دي نظره، اصل الطبيعي في كره القدم. انا النهارده كابتن اسامه قعده جنب احتياطي، نزل جاب جول وعمل جول، طبيعي الماتش اللي وهو اصلا اللعيب المفترض البديل بالنسبه لك او الاساسي اللي كان بيلعب بالنسبه لك. فطبيعي جدا لو انت عايز تكسب من بدايه الماتش وتعمل جيم حلو، فطبيعي هتلاعب الناس اللي كسبتك، الناس اللي لما نزلوا غيروا شكل الاداء، ده طبيعي. وده طبيعي في كره القدم، في كل في اي فرقه في العالم، مش في النادي الاهلي بس. لكن انا النهارده ممكن يبقى عندي وجهه نظر ثانيه، الماتش قليل، ماتش الفرقه يعني الخصم اقل بكتير من الماتش اللي فات، فبالتالي انا ممكن اعمل ايه؟ انا هبتدي الماتش عشان ابتدي يبقى عندي تقييم حقيقي لبعض اللعيبه اللي موجودين، ولو اتزنقت يبقى انا عندي البدلاء الموجودين عندي بره اللي انا اوريدي حاكم ان هم اوريدي موجود. دي وجهه نظره، دي انا بشوف ان هو ممكن تكون دي وجهه نظر سواريش في الحته دي. أيوة. وجهه نظره الفنيه. أيوة. تشتغل بعد كده او ما تشتغلش في بعض الماتشات، مش في كل الماتشات. يعني النهارده ماتش المقصه المفترض انه ماتش خفيف، مع ان احنا مش عاملين احسن شغل يعني. أيوة. يعني انت عندك مشكله في الحلول الفرديه في الحته اللي قدام، مشكله. أيوة. كبيره جدا في الحلول الفرديه. الاربعه السته اللي لعبوا الماتش الماتشين الحقيقه اللي سوري الشوطين، لا بعاد جدا عن الحلول الفرديه. انت في وقت من الاوقات بتدور على اللعيب اللي عنده المهاره، صحيح، مش اللي بينفذ التاكتيك بتاعك بس. انت في وقت من الاوقات الماتش مقفول، يعني النهارده المقصة بيلعب ايه؟ 9-1 بالظبط، 8-2 ايوه بالظبط. فانت الحته دي مش تكتيكيا مش هتقدر تشتغل فيها، عشان فيها ازاي؟ ما انت زحمه طول الحته كلها زحمه، بس خليني كروسات مش هتعرف ماشي تشتغل. ماشي خليني برضو، عشان انت اتكلمت على المدير الفني كتير، ولكن انا كلاعب في الملعب بصراحه، يعني انا عندي يعني بصراحه علامات استفهام على اداء اكتر من لاعب في الملعب. لا عندنا قصور. بص يا كابتن، انا مش هتكلم في الروح. لا لا انا هتكلم، انا مش هكلمك. بص انا هتكلم في حاجتين، عشان انا ده النادي الاهلي ودي يهمنا كلنا، ولاعيبه النادي الاهلي برضو تهمنا. انا لعيب في النادي الاهلي، معلش انا برضو يعني احنا بنتجنب ان احنا نجيب اسماء، ولكن انا هتكلم على واحد معين، معلش هو انا عارف انه ممكن يزعل مني، ولكن انا اللي يهمني النادي الاهلي. انا بتكلم على واحد امكانياته كويسه، او من المفترض ان هي امكانياته كويسه، لما ياخد مره وياخد اتنين وياخد تلاته وهو ما يفرقش معايا وبيلعب بكل سلبيه ومش فارقه معاه ان هو يضيع يجيب، ما يجيب، هو ما بيجيبش بقاله فتره، صلاح محسن. يعني انا بصراحه 100 علامه استفهام على اداء صلاح محسن مع النادي الاهلي. احنا الكلام ده قلناه برضو الماتش اللي فات، مش الماتش ده بس، الماتش اللي فات اتكلمنا على صلاح وقلنا من الطبيعي، سوري مش من الطبيعي انك لما تاخد فرصه مع النادي الاهلي وانت اصلا مفترض تكون لعيب اساسي، انت مش لعيب صغير، مش لعيب ناشئ، مش لعيب لسه جايبينك، عندك رهبه، انت بقالك زمن في الفرقه مع النادي، 4 سنين تقريبا مع النادي الاهلي، طبيعي انك يكون ادائك يليق بامكانياتك وعنده امكانيات. بالظبط، انا بقول يليق بامكانياتك، تمام. ادائك في الملعب صلاح عنده سرعه وعنده مهاره، بعرف يلعب الجول بشكل كويس، بس واضح ان صلاح عنده افكار شاذه شويه. ايه الافكار يعني؟ يعني مش بيفكر في، ما هو ده انت خد بالك، اللعيب برضو مش امكانيات بس، اللعيب يعني فكر. يعني منتلي يعني فكر. أيوة. تمام، ومش بس روح بس، انت لازم تكون بتفكر كويس، انا فين؟ مظبوط. يعني انا في انهي حته دلوقتي؟ انا في انهي مرحله؟ لا انت في مرحله انك تمشي من النادي الاهلي، خلينا نتكلم يعني، ده لازم يبقى انت كلام. مرحله الخطوره، ما بقولك في مرحله انك هتمشي من النادي الاهلي، يعني لو استمريت بالشكل ده ما اعتقدش انك هيبقى ليك مكانه في النادي، ما اعتقد من وجهه نظري، ما اعتقدش انك هيبقى ليك مكانه في النادي في الفتره اللي جايه. هو بقى المدير الفني شايف ان هو ممكن يعدل يصحح يشتغل معاه، ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم عن الاداء اللي في الوقت الحالي، اداء لا يليق بامكانيات صلاح محسن. المفترض ده يبقى رقم واحد في النادي الاهلي في الوقت الحالي، المفترض في التوقيت ده يبقى رقم واحد في النادي الاهلي. صح، تمام، جايب رقم كبير، لعيب عنده سرعه، لعيب عنده مهاره، بيعرف يلعب على الجول كويس، يعني عنده كل الامكانيات اللي تسمح له انه يكون رقم واحد، ومع ذلك لا، هو لو هتيجي تصنف في لعيبه النادي الاهلي تقول ممكن تديله، ممكن ما يلعبش اصلا، يبقى التقصير جاي من صلاح. طبيعي، من اللعيب نفسه طبعا، ده طبيعي طبعا. ما ده انا بقوله، انت انا قلت لك السته اللي لعبوا النهارده قدام خط الهجوم النادي الاهلي كلهم عليهم في تقصير كبير جدا، علامات استفهام كبيره جدا. لازم يبقى عندك حلول فرديه يا كابتن. المدير الفني مش هيعمل كل حاجه بالظبط. المدير الفني النهارده لما يبقى عندك تكتل دفاعي رهيب مش هيجي يقول لك ارقص واحد ضد واحد،
مش هقول لك عدي واعمل كروس بالعرض، مش هقول لك لا انت من بره 18 لازم تقطم وتحطها في البعيد، مش هيقول لك الكلام ده. يعني المدير الفني بيحاول يوصلك انك تبقى ضاغط، انك تبقى في حاله هجوميه، انك انت انك تخلق فرص. لكن لما يبقى عندك تكتل، لا انا لازم استخدم ذكائي، استخدم مهاراتي الفرديه. وما ايه الفرق بين لعيب ولعيب؟ لعيب عنده امكانيات ولعيب ما عندوش امكانيات. هي الحته دي، ان امتى اوظف امكانياتي في التوقيت المناسب، امتى اشغل مخي وذكائي واشتغل، امتى استخدم مهاراتي الفرديه، امتى استخدم المهارات اللي موجوده عندي. يعني النهارده مثلا محمد اشرف، النهارده مباراه هايله بالنسبه لي. انا شايف النهارده محمد اشرف من اللعيبه اللي نزلت غيرت شويه من الشكل، بيروح وبيرقص وبيرفع وبيعمل وجاب البنالتي، وكان سبب في البنالتي، وعمل اكتر من كروس بشكل رائع جدا. صح. وعنده جرأه وبيشتغل النهارده كويس. طب الباقي يا جماعه، احنا بنتكلم محمد اشرف ليه؟ لانه كان عنده حلول فرديه. الماتشات اللي زي دي المخنوقه، الماتشات اللي زي دي اللي بيبقى فيها تكتل دفاعي كبير، تبقى محتاجه مهاره اكتر من اي حاجه تانية. عايز لعيب عنده مهاره، يعرف يرقص واحد ضد واحد، يعرف يشوط من بره ال 18، يعرف يستغل مهاراته. لكن النهارده انت هتعمل ايه كمدير فني؟ هتعمل ايه في ظل هذا التكتل؟ هتعمل ايه؟ هتعمل كروسات من هنا للصبح. انت بتتكلم في 10 ده 9 داخل ال 18، 9 انت يعني محتاج تبقى 9 معاك كمان معاهم عشان تعرف تسجل اهداف. انت عايز حلول، فيبقى صعب جدا جدا. الحلول العرضيات بتبقى صعبه. صح. حتى كمان الثرو باسز هتبقى صعبه، لان هم واقفين على ال 18 ومتكتلين بشكل كبير. انت بتتكلم في حل فردي، تصويبه حلوه. يعني فخري مرتين ثلاثه بيحاول، ديانج مرتين ثلاثه، لكن لازم تلمحات اكتر من كده بكتير. صح. لازم المهارات الفرديه يا جماعه، واحده ضد واحد تروح تدخل جوه منطقه الجزاء، ممكن تاخد بنالتي بالحته دي، ممكن تروح وتعدي وتسجل. يعني هي دي، او ده الشغل، دبل باص ما بين اللعيبه وبعضها عشان تخترق الدفاعات في الحاجات الصغيره دي. ده الشغل اللي المفترض انت بتشتغله كلعيب. فالنهارده عشان بس يعني احنا برضو سواريش يعني لسه البصمه بتاعته ما بنتش مع النادي الاهلي، عشان نبقى محقين. لسه انا ما شفتش، لسه ما شفتوش يعني عمل حاجه قويه مع النادي الاهلي. ممكن يعني ما اسعفوش الوقت، التوقيت مش مناسب بالنسبه له، الامور صعبه جدا بالنسبه له، الفريق كمان انك انت خلاص خدت قرارك تلعب بالبدلاء وبالناشئين، برضه ممكن ما يسعفش المدير الفني. لكن انا النهارده فين الدور بتاع اللعيب؟ اللعيب عليه دور مهم جدا وكبير جدا 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 جدا. يعني احنا زمان واتفرجنا على الكباتن، يعني كلكم يعني بلا استثناء، كل واحد فيكم عنده مهاره فرديه بيقدر ينهي يخلص ماتش. يعني كابتن علاء ما شاء الله بيرقص ويروح وبتاع، وكابتن اسامه عنده الحته دي بيروح وعنده سبرنت وبيرفع، وكابتن عادل نفس الموضوع. يعني وكابتن ايمن، يعني في حلول فرديه بتبقى عند اللعيبه هي بتستغلها في المواقف الصعبه اللي زي دي. ما انا النهارده يا جماعه انا برضو انا يعني 9 في المقص، هتعمل ايه؟ انت كمدير فني قاعد من بره، ايه الحلول اللي ممكن تقدمها للفرق؟ ايه الحلول؟ انك تعمل كروسات؟ ما انت بخم اللعيبه عماله تعمل كروسات من الصبح، مفيش اهداف. الحلول يبقى يجي واحد عنده مهاره يستغل المهاره بتاعته في الحته دي، واحد بيعرف يشوط بيصوب يستغل الحته بتاعته دي، واحد بيعرف مثلا يحضن على الكوره كراس حربه ويستنى ويلعب يحط اللي جاي من تحت يصوب ويشوط، تستغل المهاره دي. هي دي المهارات المفترض تستغلها في الماتشات اللي زي دي. اصعب ماتشات يا جماعه على الفرق الكبيره هي الماتشات اللي زي دي، اللي بتبقى الفرق اللي قدامك متكتله، 9 10 بيدافعوا. انت شوف اللعيب بتاع المقصه، المهاجم الاجنبي كان في الدايره ده موجود على ال 18. انت متخيل؟ انا بقول لك موجود على الدايره بتاع ال 18 طول الشوط الثاني، موجود على ال 18. مش ممكن. يعني الامر برضو صعب، خد بالك مش سهل. يعني احنا شايفين الاهلي ما عملش احسن ماتش النهارده، بس انت في اوقات كتيره انت غصب عنك، وفي اوقات انت مقصر. يعني في اوقات الشوط الاول خاصه الشوط الاول، كلنا الكباتن اتكلمنا في الحته دي، انك لا الشوط الاول كان الجيم عندك مفتوح، لسه المقصم يعني خايفين، عندهم رهبه، يعني مفيش الثقه، لسه التوقيت ما راحش بيه ل 20 30 دقيقه. انت قصرت في الحته دي، كان لازم تدوس جامد جدا وتسجل هدف عشان تنهي الماتش، لان هو ده دي طريقه واسلوب اللعب، اسلوب اللعب مع الفرق الصغيره، انك لازم من البدايه تسجل هدف عشان الجيم بالنسبه لك يتسهل. لكن انت عشان رحت بالجيم للشوط الثاني، فهو طمع ان الماتش يروح لابعد حاجه، ابعد حاجه ان ممكن يطلع مثلا بنتيجه 1-0 زي ما حصل، او ممكن يروح بنتيجه التعادل لو مفيش، لو ركله الجزاء دي ما جاتش للنادي الاهلي. فعشان كده بقول لك يا كابتن ايمن، الماتشات الصغيره مع الفرق، انا اسف مش هقول على فرق المقصه صغيره، بس الماتشات اللي زي دي لازم مهارات الفرديه اللي عند اللعيبه هي اللي تظهر. هتبين مهاراتك الفرديه امتى؟ امتى؟ فانا يعني لو بلوم على اللعيبه الشوط الثاني، الشوط الثاني خاصه يعني، وجزء من الشوط الاول كبير كمان. طيب
كابتن علاء يمكن قلت لي من ضمن الكلام علشان الموسم الجديد ان شاء الله والفتره اللي جايه في حاجات كتير لازم تحط الايد عليها وتتحسن الفتره اللي جايه. زي ايه بالنسبه لمين؟ اللعيبه ولا انا ما اعرفش انت كان قصدك يعني انت قصدك للعيبه ولا اكيد اللعيبه. اه اكيد انت بتتفرج على كل اللعيبه وبتبدا تشوف الحاجات انت تحسنها الفتره القادمه ايه، هتشتغل مع مين، نوعيه اللعيبه تشتغل معاه ايه، اللعيب اللي انت عايز تشتغل معاه تفكيره ازاي، بيتصرف ازاي، نوعيته ايه، يعني هو ده. انت خلاص الوقت انت في حاله ايه يا ايمن، مش استكشاف يعني، بتبص على الموسم القادم. فالموسم القادم انت بتبدا تشوف تقيم لعيبتك وتشوف اكتر خطا شائع بين لعيبتك ايه. ما هو مش خد بالك الخطا ما بقاش عند واحد بس، عادل او اسامه، في اخطاء بتبقى تحس عند مجموعه كده. كساله مثلا، لعيب كويس قوي بس كسول، ده تتعامل معاه ازاي؟ لعيب عنده مهاره كويسه قوي بس مش عارف يستعملها، بيستعملها في وقت غلط. هقول لك زي احمد عبد القادر. عنده مهاره ممتازه جدا بس عنده مشكلتين، التايمنج امتى والمكان فين. يعني امتى استخدم مهارتي؟ ايوه هو ده، يعني ده اشتغل معاه ازاي، هو ده التفكير وقت ايمن. لكن عندك مجموعه لعيبه جوه لعيبه كويسه جدا، في ناس اكيد، في ناس هتمشي اكيد طبعا، هي دي سنه الحياه، والنادي الاهلي دايما بيدور على الاحسن، بيدور على الحاجه اللي ممكن يكون عندك لعيب كويس او امكانياته كويسه ولكن هو مش يعني مش مفيد بالنسبه لي، ممكن مش عايزه، مش عايزه اكيد هيمشي. وما يلومش غير نفسه. ايوه وعلى فكره اللي انت بتتكلم عليه ده، دي اكتر نوعيه موجوده بقى، مش في السنه دي، على طول السنين كره القدم تلاقي حاجه اللي هو تقول لي انا صعبان عليا فلان. مظبوط. كلنا كنا حتى كان بيلعب جنبنا ناس تقول مش ممكن يا جماعه الراجل ده لعيب هايل ومهاري بس مش في دماغه مش مركز وعايز يوصل وعايز يبقى كويس وعايز يستغل مهارته. ما هو مش موجود، هو مش عايز. صحيح. فخلاص انت هتعمل له ايه؟ يعني انت مش بدك تعمل حاجه، مع انك بتقدم مثلا بتساعد مره واثنين وثلاثه وتتكلم وتدي له فرص وي وي وي، فانت هو مش عايز. فخلاص ما يلومش غير نفسه. دي النوعيه دي موجوده كتير قوي وقابلناها كلنا، واحنا كلنا لو سالتوك واحد واحد كل واحد يقول لي كان جنب لعيب كذا 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 بس ما كملش. بس دي بقى بتاعته هو بالظبط. يعني المدير الفني ايمن بيساعد مره واثنين وثلاثه، يعني هو يعز عليه لا حد عنده موهبه. صح. ده انت هتكسب بالظبط. مظبوط. انت زي ما بيقولوا كده باللغه العاميه بتاعتنا، بتتنشأ لعيب عنده موهبه وكده، وانت تبدا الحاجات المكملات دي سهله. بالظبط. اهم حاجه الحاجه الاساسيه موجوده. فالحاجه الاساسيه موجوده بس انت مش في دماغك ومش عايز، فخلاص شكرا. دي بقى تحس بعدين لما تروح نادي تاني وكده، تحس ان انت كنت في مكان، كنت في نعمه زي ما انا بقولها دايما الكلمه. صح. دي بس انت ما حافظتش عليها او ما قدرتش يعني تديها الحاجه يستحقها، بيمشي. فهي كلها مدير فني بيعمل تخطيط مستقبلي للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، انت شكل الموسم القادم هيبقى شكله ازاي، انت محتاج لعيبه ازاي، نوعيه اللعيبه ازاي، التفكير ازاي، هو ده اللي هيبدا يفكر فيه دلوقتي. وانت وشطارتك كلاعب كوره دلوقتي زي ما بيقولوا ايه، الكوره في ملعبك. يعني كده بتفق مع بلال في حاجات كتير جدا، ان دلوقتي المدير الفني بيشتغل وبيحاول يوصل فكره، بس الوقت كل الكلام على لعيب الكوره في البطولات الموجوده والموسم الجاي. الموسم الجاي في ناس كتير اكيد هتمشي، لان الموسم ده للنادي الاهلي مش احسن حاجه، او الفتره. صحيح. دي خلينا بس لما نيجي نتكلم في الكوره نتكلم حاجه صراحه. يعني احنا ما ولا بنهاجم ولا حاجه، ما يعني النادي الاهلي ده بالنسبه لنا حاجه ما لهاش وصف يعني. طب. لكن انت في فتره دلوقتي انت بتدور على شكل الموسم القادم ايه ولعيبتك ايه، فاكيد في ناس هتمشي، الناس ما ادتش كويس، وفي ناس اخذت اكتر من فرصه انت تتكلم عليها لكن ما قدرش يعني ينتهز الفرصه دي ويقول انا موجود، او يحجز مكان لنفسه، فده مش هيبقى موجود، فما يلومش غير نفسه. فهي الوقت فتره يعني فتره مهمه جدا للنادي الاهلي بالنسبه للمدير الفني وبالنسبه للعيبه. الاداره خلاص، الاداره شالت كل الضغوطات من عليك، والفتره دي ناشئين وناس ما بتلعبش وكده، ضغوطات اتشالت تماما. فحضرتك ما فيش ضغوطات، يبقى المفروض احسن حاجه عندك تطلع كلاعب كوره. بس هو معلش انا برضو اتفضل احنا بنتكلم في مرحله صعبه طبعا. كويس.
والفترة دي هتكمل الموسم اكيد. وبالمناسبة صحيح الاتحاد الكرة قرر ان الموسم الجديد 16/10 ان شاء الله 16/10 16 اكتوبر هيبدأ باذن الله رب العالمين. فانت عندك فرصة كويس وعندك فرصة تشوف ولكن الرؤية هنا قد تبدو مختلفة في بعض الاوقات. ليه بقى اقول لك؟ يعني احنا اتكلمنا قبل الماتش على حتة تغيير القناعات كويس كويس. زي ما بعض الناس يعني احنا دايما مش عايز اقول جزء من الجمهور او بعض من الجماهير متسرعين في الاحكام شويه كويس. طيب عندي فتره من فترات لعيب ادى بصوره كويسه مباراه او اتنين من الناشئين كويس كويس. فالفتره اللي جايه انت بقى بتشوف هل ده هيكمل معاك ولا مش هيكمل معاك. وفي نفس الوقت ما انا دلوقتي بحاول كنادي اهلي يعني ان انا اجيب صفقات في بعض المراكز. طيب في ناس هتعار بره وفي ناس هتكمل. الماتشات دي برضو يعني مش عايز اقول لك انها يعني تعمل مش عدم توازن لا، يعني مره الاقي واحد من ضمن اللعيبه الصغيره دي ظهر بمستوى مش وحش كويس، الماتش اللي بعده مش قد كده، الماتش اللي بعده نص نص الماتش. فانت ما انت انت كمدير فني في حيره من امر اللعيبه دي. بالعكس ازاي ما انت بتقيمه؟ بالعكس هو لا حيره ولا حاجه، لكن قبل ما تحكم عليه تديله فرصته، ده المهم. يعني انا ما احكم على لعيب صغير مره. بص يا ايمن، هو المبدا ايه؟ هي اللعيبه دي طلعت فريق اول ليه؟ عشان اللعيبه كلها كويسه مميزه صح؟ أي. كويس، يبقى هبدا اشوفه ما بيشتغل مع النادي الاهلي او مع الفريق مع لعيبه النادي الاهلي ضد الفرق بيبقى شكله ايه؟ كويس. هل مباراه سهله بيبقى شكله ازاي؟ مباراه تبقى صعبه بيتصرف ازاي؟ المواقف يعني ما هو انت الفترات دي احنا اتكلمنا على الاستمراريه قبل كده. انا عارف، انا عارف، انا بقول لك بس انا هشرح لك واحده واحده. انت الفتره دي انت اللعيب الناشئ او اللعيب الصغير انت عايز تخليه معاك بيبقى تحت تحت الميكروسكوب، ميكروسكوب بتشوفه مظبوط في كل موقف بيتصرف ازاي، وتبدا في الاخر او في النهايه تدي قرارك. ده يكمل في النادي الاهلي، لا ده ممكن لو لعب طلع عاره سنه او سنتين هيرجع زي ما كان بيتكلم عادل، يبقى اضافه ممتازه، او لا ده مش نوعيه النادي الاهلي. انت معايا؟ ما انا في الظروف دي ممكن اخد قرار خاطئ. لا خالص، ما انا بقول لك ما انت بتاخدش قرار فردي. ايوه انت والناس اللي معاك تبدا تقيم اللعيب ده، تشوف بيشتغل ازاي. كلنا قيمنا كده يا ايمن، كلنا قيمنا كده، مره تبقى وحش مره تبقى كويس، مره فريق يبقى بتلعب فريق ضعيف او فبتظهر بمستوى هايل. فما ما 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 يعني ايه، انت كمدير فني ما ضحكش عليك انك انت كنت كويس قوي بس فريق ضعيف. فما تلعبوا مع فريق وسط مثلا مش قوي قوي بيبان ازاي، بيتصرف ازاي ماشي، لما تلعب مع فريق كبير بيتصرف ازاي. كل دي انت بتبدا تشوف عقليه اللاعب ده وتبدا تبقى تخليه في حساباتك. طب ده مثلا لما يلعب في افريقيا، لما يقابل أيوة. لما هيبقى يتصرف ازاي. في اخر الكلام ده كله تروح مقيم انت اللعيب بتاعك، واكتر واحد هيبقى حريص على تقييم اللعيب هو المدير الفني، لان في الاخر المدير الفني هو عايز احسن مجموعه موجوده. حته دي انت هتدعم من بره طبيعي جدا، الفرق الكبيره كلها بتدعم من بره طبيعي جدا، هشتري واحد واثنين وثلاثه، لان في ناس هتمشي لان ما ينفعش في النادي الاهلي. مظبوط، ما قد يعني هي لعيبه كويسه بس انت ما اثبتش ان انت تنفع، ما اثبتش ان تبقى كويس للنادي الاهلي. ماليش دعوه انت جيت ازاي، انا مش مدي ما بتكلمش فيها الوقت، جيت ازاي دي انا مش مشكلتي، خلاص جيت زي ما جيت بقى، لكن انت ما اثبتش انت كويس او ما قلتش ان انا لعيب نادي اهلي. هو ده الكلام اللي تبدا تفكر فيه. وزي ما قلت لك في بدايه الاستوديو بتفرق لعيب من لعيب. في لعيب بتروح مثلا رميه كده في اي مباراه ولا يفرق معاه حاجه خالص، ما بيفرقش خالص، العب ولا حاجه خالص. في لعيب هو كويس، المبدا ان اللعيبه دي كلها كويسه، لكن في لعيبه تبدا تستنى عليه، لا هيبقى كويس هيبقى كويس، وفي الاخر تدي القرار ده كويس. في لعيب لا ده بتاع ماتشات خفيفه. هي كده، بص يا ايمن، هي الوصفه كلها كده، الوصفه كلها كده. في واحد يقول لك لا ماتشات خفيفه، واحد يقول لك لا ده كويس وعنده ثقه ومش فارق معاه حاجه خالص. انا بكره اتكلم واقول اصل كنت انا ومش انا، انا بكره الموضوع ده. انا اول مباراه لعبها في اول ما طلعت اهلي وزمالك كانت بتحدد دوري عام. ايوه
والله العظيم. أيوة دوري بلعب قدام يعني سيبك لما الناس كنت معاه لا اسامي اللي كانت معاه تخض بلعب كمان ضد ناس كنت بتفرج عليها صغير يعني كنت حاسس حياتها فاروق جعفر والفريق النادي الاهلي كنت انا اصغر واحد تبص كده انت تتخض ان كل واحد لوحده فريق خطيب كابتن مصطفى كابتن ماهر كابتن سامي فهي بتطلع الحمد لله ما طلع لعبت مش ما قلقتش ما خفتش لعبت الحمد لله في كده وفي واحد تستنى عليه شويه ده هيبقى كويس زي ما كان عادل بيحكي كابتن انور السلام لعبوا ماتش وقعدوا ماتش ولعبوا ماتش ولعبوا ماتش لكن هو في الاساس هو كويس بس ايه خطوه خطوه لحد ما بقى عادل بلال مثلا لما لعب مشي لان بلال وعايز اقول لك حاجه المركز نفسه بتاع الملعب بيفرق يعني انت وبلال مثلا لسه هقول لك لو انتوا لعبتوا يعني مثلا بلال اول ماتش لعب راح جايب جول في الثاني في الثالث ما دي حكايته دي قصته فطب انا عايز احسن من كده حط رجله انت فاهمني مزبوط. مثلا نفس الكلام انت مثلا انا وسام نلعب في نص الملعب لا الاشتراكات والشغل كتير والتقييم بيبقى كتير مركز بيفرق انا لما اجي اقيمك انت وعادل وبلال مظبوط هاجي اقيمكم على لعبكم على الـ على الـ على الجول لما اقيم مثلا اثنين لعيبه نص ملعب مثلا انا واسامه التقييم غير لما لعب مثلا واحد مساك غير هي بتفرق ايمن لكن في الاخر انت عندك خامه كويسه ولاعيب كويس تديله بس اهم حاجه الاختبارات تبقى مناسبه عشان لما تيجي تدي النتيجه ولا تظلم فريق النادي الاهلي ولا تظلم اللعيب ده لانك انت عشان ما تعديش الايام وتقول انا ظلمت فلان الفلان ده اللي انا قصدي عليه في الاول انت فاهمني ايوه ده اللي انا قصدي عليه هو ده انا بس جبت لك من بعيد شويه عشان توصل للحته دي انك انت اما تدي قرار يبقى انت مقتنع من جواك 100% ان القرار ده صح انا ما ظلمتكش بالعكس انا اديتك كل الفرص الموجوده وفي ميزه حصلت ميزه حصلت عملها مجلس اداره ويمكن كابتن محمود القرار مظبوط. بعت الضغوط يا جماعه مظبوط مفيش حد لعب فينا في وقت كان مش مضغوط فيه كلنا كنا بنلعب ومطلوب منك دوري مطلوب منك كاس ومطلوب تكسب لا هو بعد الضغوط دي فانت الحاله حواليك هاديه ايوه تأدي كوره يعني كويسه ابدع بقى حضرتك صحيح مش ابداع النهارده مش ابداع انت فاهمني لا ابداع ما كانش ابداع النهارده فاهمني انا بتكلم من سيادتك ابدع انت سيادتك لعيب كويس واحنا متوسمين فيك خير احنا عملنا اللي علينا هنقدمك لحد كده المدير الفني زي ما بيتكلم بلال طب انا هعمل ايه انا هقعد بقى هشوف الفرصه اللي اديتها العادل هيعمل فيها ايه وهيتصرف ازاي وتفكيره عامل ازاي في المواقف اللي هتحط فيها صحيح. في الاخر تدي النتيجه اللي انا متاكد اي مدير فني والحمد لله في ناس كتير قوي اشتغلت هيبدا يفكر انا عايز ما انا في الاخر بدور على مصلحتي المدير الفني انا بدور على مصلحتي مصلحتي مع عادل هبقى مع عادل مع بلالي مع بلال لان في الاخر انا اللي هتحاسب بس كان بتبص لنا كذا مره كده عندك تعليق يعني ولا لان بعض الناس تقول لك ايه لا بيتم او بيتعمل حاجات بيبقى فيها تقييم غلط بالنسبه لبعض اللاعبين لان بنشوف مثلا بعض اللعيبه بتمشي من النادي بتروح حته تانية بتتالق كويس وبعض اللعيبه بنشوفها متالقه في بره النادي الاهلي لما بتيجي ما بتديش المردود يعني بيبقى متوقعين منها اكتر من كده وبتاخد فرص ولكن ما بتديش المردود اللي احنا كلنا مستنيينه فيعني برضو يعني هي تقييم مختلف التقييم بيبقى صعب شويه لا والتقييم مختلف وفي حاجه كمان هم دلوقتي معظم اللعيبه او حتى مجموعه الناشئين وانا برضو لما اجي احكم عليها عايز احكم عليها في ظروف طبيعيه يعني يبقى في ماتشات فيها ضغط النادي الاهلي بيكسب عايز يكسب كل مباراه النادي الاهلي مفيش اريحيه مفيش انك انت تستريح لا انا عايز اكسب كل مباراه فكل مباراه عليك ضغوط دلوقتي الضغوط يعني قلت شويه خصوصا في ماتشات الدوري فممكن يكون الحكم غير صحيح على مثلا بعض اللعيبه بعض الناشئين امال ايه امال ايه خبره الناس اللي بتختار وبتقيم ما هو دي ما هي دي خبره ناس عن ناس او ناس عندها رؤيه سليمه وناس عندها رؤيه غير سليمه اذا اخطات فنسبه الخطا لا تتعدى 5% لكن لو انا متمرس وعندي خبره وعارف وبقيم ازاي اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي هخطا احيانا لكن
في الاغلب هكون تقييمي سليم. أي. لكن انا مش هقيم 10 لعيبه هغلط في 8 وهبقى سليم في 2 يبقى عندي مشكله. أي. لكن ممكن اصيب في 8 او 9 واغلط في 1 مشيته مثلا وراح تألق في حته او واحد حكمت عليه قعدته وما ما 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 ظهرش بصوره كويسه. بس انا عايز اقول انه فرق اللعيب لما بيجي يطلع لفريق النادي الاهلي الفريق الاول عشان يتألق او تمشيه والعكس لما بتجيب حد كويس من نادي تاني وتجيبه للنادي الاهلي انت بتتكلم على قيمه الفريق وجماهيريه الفريق وضغوط الفريق اللي عليك. لانك انت انا هتكلم على الاول على اللعيبه اللي بنجيبها من بره. في لعيب بره لا هو محطوط تحت ضغط كبير انه مطلوب منه انه يكسب كل ماتش، هو مش متابع من الناس، وده هنا في مصر التقييم احيانا ما بيبقاش صادق. ليه؟ لانه ما بيتفرجش على كل ماتشات اللعيب ده. بس بيجي مثلا ماتش اهلي يعني ضد الاهلي مثلا او ضد الزمالك او ضد نادي كبير انت شايفه مكسر الدنيا وبتاع، وبعدين في ماتشات تانية جدا اصلا هو مش موجود قوي او مش ظاهر قوي، فانت بتقيم على انه في الماتش ده. دي واحده. حتى بقى لو هو متالق في بصفه عامه في ناديه، تعالى بقى للفرق بين الضغوط والضغوط. انا ممكن ابقى في نادي ما عنديش جماهير، انا في نادي شركه مثلا ما بيتفرجش عليا كل ماتش 5 انفار، لكن ما حدش بيتكلم عليا في الاستوديو بصوره كبيره، بيتكلموا عليا بس لما اجي العب الاهلي او الزمالك او مثلا الاسماعيلي مثلا يعني، فبيقيمني على كده، فبكل الكلام والتضخيم بيبقى في الماتشات دي بس. لكن لما بيجي بقى النادي الاهلي مطالب انه يكسب على طول، دي بقى ضغوط بقى هو ما كانش متعرض ليها في فرقته، بيقيم على طول. ليه؟ لانه معظم استديوهات التحليليه لما بتيجي بتتكلم بتتكلم على الاهلي بصوره كبيره ثم على ونادي الزمالك طبعا لان المنافس التقليدي، وتقل بقى شويه شويه حسب جماهيريه وحسب ظروف كل فريق. كل التقييم يبقى عليك انت تحت السبوت 24 ساعه في السوشيال ميديا، في الاستديوهات التحليليه، في الشارع الناس بتقيمك، انت النهارده كنت وحش، النهارده انت كنت حلو، لكن انت مش معاك على طول في النادي اللي انت بتلعب فيه. وكلنا عاصرنا الموضوع ده، بنجيب نجوم كانوا في فرقهم كويسين يجوا مع النادي الاهلي يتحط تحت الضغوط الكبيره، يظهر مظهر مختلف تماما، يظهر مظهر مختلف تماما. مظبوط. وفي ناس تانية ما بتجيش بضجه كبيره وبيبقى العين الكويسه اللي جابته شايفه ان هو لعيب كويس ويجي ومش محسوس قوي للناس، بتلاقيه تألق في النادي الاهلي. دي شخصيه بقى، راجع لشخصيه الشخصيه. تعالى بقى النقطه دي مهمه جدا، كلمه الشخصيه دي عليها بقى 100 عامل بالنسبه للاعب النادي الاهلي. يعني اظن ان مفيش حد فينا ما عاصرش الموضوع ده، سواء مع زمايله اللي طلعوا معاه او من اللعيبه اللي كنا بنجيبها مدعمين من بره. طيب اللعيب بقى الصغير اللي بنطلعه من، انا كلمتك على اللي هم ايه بنجيبهم نجوم وفيهم ناس ما بتنجحش لان الضغوط كبيره عليهم، المسؤوليه كبيره عليهم، ما بيقدرش يتحمل الضغوط دي. ممكن هو هناك يلعب مباراه ويقعد 3-4 مرات مستخبي وانت مش واخد بالك، وبعدين يلعب مباراه ثانيه يتالق فيها، لكن النادي الاهلي لازم يبقى على طول جاهز على طول. انت بتتكلم على اللعيب المحلي اللي جاي من اللي انت بتجيب، لا اللي جاي من بره من فريق تاني يعني من هنا من داخل البلد، مش اللعيب اللي هو انت جايبه محترف وحتى الخارجي. ما انت لازم بقى تتابعه. ايوه طبعا طبعا. انت فريق، انت مش هتجيب اي لعيب خارجي وخلاص. ايوه لازم تتابعه، وتشوف شخصيته وتشوف السي في بتاعه ايه ولعب قد ايه واصاباته، هل هو يعني عنده درجه اصابات كبيره ولا لا. لازم تتابعه بصوره جيده، لازم تتابعه بصوره جيده. فعشان كده التقييم بيبقى نسبته كبيره في الترجيح لما انت بتكون متابعه بصوره كويسه. دي واحده. ماشي. انا بتكلم على اللي بره. طب تعالى الناشئين، احيانا بيبقى بتيجي انت حظك وحش، بيبقى في جيل قوي قوي زي معلقه لما طلع مثلا على الكباتن الخطيب ومصطفى عبده ومختار
وثابت واكرامي وما فيش مكان ما فيهوش مصطفى يونس ورمام ومجد عبد الغني ورابيع ياسين، مش هتلاقي وطاهر ابو زيد، مش هتلاقي خرم يعني اللي بالزبط. بيخش ده لازم يبقى مميز قوي طبعا، ما زي ما علاء ما كده ما دخل او مزبوط. بعد كده الناس اللي دخلت بعد كده مزبوط. ففي بيبقى حظك وحش شويه في لعيبه بتطلع من ناشئين مكانها بيبقى مزدحم مظبوط، وفي ناس احنا عارفين وقبل كده شفنا جمال جوده لما مشي مثلا كان مكسر الدنيا في المصري، بس كان في الفراوده مثلا تلاقي عباس والخطيب ومصطفى عبد وجمال عبد الحميد وزكريا ناصف ومش عارف يعني 8 9 في الفراوده خلاص هو اتظلم، وشريف عبد المنعم طبعا واحد من احسن الفراوده اللي جت في النادي الاهلي، فساعات بيبقى في حظك سيء واحيانا بيبقى حظك كويس ان الفرصه متاحه، ممكن مثلا انت بتلعب باك ليفت وتلاقي فاضي. المكان ده فاضي غير واحد مثلا. او حارس مرمى والمكان ده مثلا واقع وبرده مرت علينا سنين شفنا الكلام ده نص ملعب مثلا ونص ملعب بسيط مظبوط يعني فالتقييم برده بيبقى مختلف. انا فاكر مؤمن زكريا لما مشي انا كنت بمرنه في قطاع الناشئين في ال 15 سنه انا كنت متوقع له هيلعب فريق الاول لما جه عند سن 19 مشي كان ساعتها ابو تريكه كان فرقه تقيله جدا مش عارف ومين ومين 91 ملوش مكان مش مكانه مش لكن راح تالق في حته ورجع وبقى كويس مع النادي الاهلي فدي فيها جزء فاللعيبه اللي في الفتره دي بتاعت النادي الاهلي من حظها الحلو ان الكابتن خطيب والاداره خدت قرار انك انت هكمل باللعيبه اللي هي ما لعبتش كتير ورجع من الاصابه والناشئين فعنده فرص 6-7 ماتشات في الدوري يلعب ويتشاف ويلعب ويتشاف، انت في ناس ما جاتلهاش فرصه ان تلعب ربع ساعه نص ساعه بالكتير انه عشان يخش يتقيم ولا لا، لكن انت بتلعب 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 برده مش هم بس مش الصغيرين بس يعني مش زياد وسيد غريب وفخري ودول هم بس، حتى الكبار اللي بيلعبوا دلوقتي كتير اللي مكانوا بيبقوا زعلانين انه ما يجيلهمش فرصه او كذا او كذا لما كان اللعيبه الاساسيه كلها موجوده برضو انت تحت الميكروسكوب، صحيح مش هتتقيم المفروض بقى اللي كفنيين لما بتقيم ما بتقيمش زي مع احترامي طبعا في جماهير كتير معظمها بيفهموا ناس عظيمه وكل حاجه، بس بيبقى اللي هو في المهنه بيبص لحاجات معينه دقيقه ممكن ما حدش ياخد باله منها، مش هيتقيم برضو انك انت في وسط الفرقه الكبيره اللي هي مكسره الدنيا، لكن برضو بتتقيم بنظره معينه فدي فرصه للمجموعه اللي هي موجوده اللي بتلعب دلوقتي من ساعه القرار ده ما اتاخد ان هي تتشاف، وفرصه عمر انه لازم يبقى مركز جدا انه ما يفلتش الفرصه دي من ايده. صحيح. فنتمنى التوفيق، وزي ما قلت النهارده الماتش ما كانش على احسن حال، لكن لابد انه في الماتشات الجايه في ماتشات الكاس الجايه من اول ماتش المقاولين، لان دي بطوله غير موضوع الدوري، دوري يعني بيروح للمنافس بصوره اكبر لان خلاص الماتشات ضيقه وفرق 7 نقط، لكن الكاس فرصه انك تاخد البطوله فلازم الاداء بتاع النهارده ده يتنسي او يتضرب في 10 من اول ماتش المقاولين العرض، ولكن في النهايه الهدف الاساسي تحقق اللي هو المكسب وان انت وصلت طبعًا. لدور ما طبعا احنا المكسب وصلنا بس انا بتكلم ان لازم يبقى في الاعتبار ان الماتش ده يتضرب في 10 في الماتشات الجايه عشان لو عايز لو انت عايز تكمل مظبوط بس عمال تكتب واحنا بنتكلم اول ما كف على منوب كان بيتكلم انت بكتب كان اسامة عرابي عمال تكتب نقط خلصت لي مثلا ورقتين لا إيه يعني لا يعني انا هاخد من كلام الكباتن كلمه مهمه قوي اللي قالوها انه ازاي يعني ازاي تعمل فريق كوره يعني هم بيتكلموا على الناشئين وازاي تطلعهم وطلعنا في وقت صعب والكابتن علاء لعب مع عباقره وهو كان لعيب كبير عشان كده تلعب في وسطيهم دي بقى الحاجات اللي هي بتبقى فرديه كابتن علاء مع شريكه النهارده ولا ايه لا لا مع شريكه لا ما هو عارف رايي فيه في الكوره هو من زمان طيب لكن لا يعني اللي انا عايز اقول لك ايه انه زمان كان يطلع لعيب في وسط لعيبه عظيمه قوي ويلعب في وسطيهم ده مش عاوز تحضير لكن انت عاوز تحضر بقى قطاع ناشئين مع الفريق الاول مالكش الا خطوات معينه بس خليني معلش في النقطه دي برضو ماشي هو كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عرابي الكابتن احمد بلال انت نفسك انا نفسي
برضو لما طلعنا في 10 تقال جدا وفي 10 زيهم على الخط، فال10 دول بيشيلوا واحد مدرب وفي مدرب ذكي قوي على الخط طبعا. لا وفي مدرب ذكي قوي على الخط وفي قطاع ناشئين محدد لك انت لعيب كويس ولا انت وحش. اصل هي دي المشكله يا كابتن، انا عندي مشكله. عادل لا عادل ما اقول لك، وايمن عايز اقول لك ايه، الفتره تطلع فيها اللي بيبقى حظه كويس بيطلع وسط مجموعه شيله تشيله طبعا فاهم فاهمني، لان هو في سؤال بعد كده هي هي هيرجع لك ليه والضحكه بانت على وشه. انت فاهم ان الحاله نفسها اللي تطلع فيها انت عشان مش تتظلم اكتر من انك تتساعد. ايوه طبعا. مثلا لما تطلع احنا قلنا طبعا يعني يتساعد وبعدين هو دي اللي بتكلم عليها ايمن. بس انا كنت عايز اكمل لك نقطه يا كابتن ايمن اللي قعدت اللي انا بتقول اللي قعدت اكتبه. قلت لك انه المشكله الكبيره في ايه؟ يعني حتى الكابتن اسامه لما جه اتكلم قال لك في لعيبه بتتظلم في اوقات كتيره قوي. انت عارف في الوقت الحالي اتحل الموضوع ده اتحل بالاعارة طبعا. يعني انا لما الاقي جيل جامد يعني. عندي زي جيل ابو تريكه وبركات ومحمد شوقي مش هعرف العبهم، ده كان زمان ما فيش اعارات. لكن كانوا دلوقتي بيمشوا خلاص خلص كانوا بيمشوا لكن دلوقتي انا ممكن اعير من بدري اعير عشان كده ايه انا يعني انا عملت كده زي كاننا احنا ماسكين فرقه وعاوزين نعمل فرقه تلعب على البطولات ملهاش الا اربع خطوات. الخطوه اولى احنا عاوز 10 مراكز الاولانيين الاساسيين منهم يبقى 5 محترفين، يبقى الخمسه المحترفين دول على الاماكن اللي مش موجوده عندي في السوبر. يعني مثلا افرض انا عندي راس حربه، افرض عندي مثلا في الوقت الحالي ايه الكابتن اسامه هاف ليفت جامد قوي، يبقى انا ابعد عن المكان ده في اللعيب المحترف، يبقى انا اجيب في المكان اللي انا ما عنديش لعيبه سوبر فيه. دي اول حاجه. وعشر مراكز اخرى لازم يبقوا ايه هيبقوا محليين ولكن بنفس القوه. وست مراكز جواك بقول لك كلهم ناشئين. بقول لك لا لا لحظه عارف النقطه دي بس هي دي بتبقى رؤيه جهاز فني ولا رؤيه جهاز فني مع منظومه نادي كامله؟ المفروض منظومه النادي كلها منظومه النادي في حاجه اسمها دلوقتي شركه او مع المدرب في حاجه دلوقتي اسمها المدير الرياضي في العالم كله، مش مدير كوره ولا مدير قطاع ناشئين. احنا بنعمل استراتيجيه ازاي عندي كام لعيب ناشئين كويس. يعني انا لو كنت كملت لك الخطوه الثالثه كملها طيب اللي هي الست جواكر. الست جواكر ده انا في رايي بنطلونات جواكر لا جواكر انا في رايي دول يبقوا ايه من الناشئين ناشئين. ليه؟ عشان لو ما لعبوش اصلا ما يبقى اوضه اللبس عندك كويسه، والباقي كله اربع حراس ثلاثه منهم برضو كبار وواحد برضو يبقى من اللعيبه الصغيرين اللي تحت. انت كده هتوصل لكام لعيب؟ تخيل شيل منهم 7 لاعبين 23 لعيب، هتدفع اقل؟ تدفع فلوس اقل وده المهم. مش هتهدر فلوس كتير. انت عارف ايه مشكلتنا في الكوره في مصر؟ كل فرقه بتخسر حوالي مثلا 30 مليون جنيه في السنه من لعيبه زياده ما بيلعبوش، زياده عماله زياده. كان في زمان فكره فريق الامل وفي ناس بتطالب بيه دلوقتي مره ثانيه. ما هو ده من الاربع سنين كنا عاملينه. الاربع سنين كابتن خطيب اللي عمله فرقه الامل. كابتن محمود خطيب كان عامل فرقه الامل. كابتن عملها وانا كنت اللي ماسكها في اول ما جيت. بعدين رحت سموحه ساعتها بعديها. بس فرقه الامل كان محمد عبد المنعم ده 2000 كانت 97 هي. محمد عبد المنعم كان 99 خدته من يعني اصغر 3 سنين خدته. عربي بدري كان اصغر 5 سنين خدته يلعب معايا. زياد طارق خدته فتره. مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان النهارده اللي انا بحييه جون حارس كويس قوي، انا من الحراس اللي انا كنت بتامل فيها كمان انه هيبقى حارس جيد جدا للنادي الاهلي والانديه كلها. وكان زياد طارق وكان شادي رضوان جه حاجه بسيطه بس كان اتعور ساعتها ما عرفناش نجيبه. ففي عندك لاعبين كتير قوي فرقه الامل دي بتتعمل. بس هو المهم مش فرقه الامل، المهم الاستراتيجيه. انا دلوقتي عندي باك رايت مثلا واحد اسمه اكرم توفيق او محمد هاني، فانا عاوز اشتغل على الباك رايت ده. هيجي لي بعد كام سنه؟ هلعبه بعد كام سنه؟ بعد 3 سنين يبقى انا اشتريه. طب افرض ما لقيتوش في قطاع الناشئين لعيب سوبر، ابدا انا اشتغل عليه من وانا تحت، ادور على لاعب في مصر كلها بسن صغير
علشان اجيبه عشان سعره ما يبقاش عالي، وعلشان اعده بسرعه عشان يبقى الفئة. هي دي التشخيص اللي انا بقول لك عليها كابتن ايمن، مش معناها انك انت تجيب لعيبه وخلاص. الحاجه الثانيه المهمه، الخمسه محترفين في اي فرقه، دايما المحترف يجب ان هو يكون افضل خمس لعيبه في الفرقه. طيب الناس ممكن تقول لك طب ما كان في فلافيو جيلبرتو جامدين قوي، طب وفي بركات وابو تريكه كان اجمد منهم او زيهم. لا دي حاجات خاصه، دي انا بتكلم على انه يبقى احسن من العشره اللي هم في المركز الثاني اللي هم الاحتياطي مثلا على الاقل، ولكن يبقوا افضل خمسه المفروض عشان انت بتدفع فلوس. طبعا طبعا بتدفع دولارات، هيجي يلعب مش هيجي يقعد، لازم يجي يلعب. المشكله الكبيره ان انت بتجيب اللعيب وفكرك انه يؤدي لك، لا اللعيب المحترف مش كده. المحترف يا كابتن بيجي بسعر عشان يفيدك العقد ويجيب لك فلوس ازيد من سعره الضعف لما يمشي. يعني رؤيه ثلاثيه استثمار، مش فرد، مش انك تجيبه يلعب بس. انت لازم تجيبه وحاطط في مين اشطر ناس في في الوطن العربي في الموضوع ده. شمال افريقيا المفروض توانسه، توانسه ومغاربه، توانسه ومغاربه مظبوط، توانسه اولهم، يعني توانسه اولهم. يعني هديك على سبيل المثال في اسمه فرانكوم اللي كان بيلعب في الترجي، اللي دلوقتي كان السنه اللي فاتت في الاهلي السعودي وقبليها، ده اصلا كان جاي الترجي الرقم اللي كان جايبه فيه حوالي مثلا 60-70 ألف دولار. بعدين عادل خد بالك ما بيجيبوش باسعار غاليه، ما هو 60-70 ده فاهمني، بس طول عمرهم على كده. وعارف بايعينه بكام؟ كام مليون؟ 3 مليون دولار. هديك مثال، انا كنت ماسك فرقه اسمها الباطن، جبت فرود برازيلي 30 ألف دولار، اتباع بكام اخر حاجه من الفرقه؟ حوالي دخلنا في 700 ألف دولار حاجه كده. ده سنه وبيلعب لك انت فاهم، وبعدين تبيعه. هي ده الفكر. فمين اللي بيحضر كل الحاجات دي؟ مش المدرب. المدرب بيجي سنه. يعني انا على هديك مثال، لو انت بس كمدرب مش عندنا. لا طبعا يعني الكلام ده للاسف يعني، بس كابتن ممكن شمال افريقيا بيعملوه او السعوديه دلوقتي بيعملوه كويس قوي، بيعملوها دلوقتي. ما انت مدرب ما تتكلمش كتير انك تجيب لعيبه، مفيش حاجه اسمها لكن كده. هو انت تمشي دلوقتي او عندنا بمعنى صح الموضوع ده ما اعتقدش. بص يا كابتن علاء، دلوقتي انا اقول لك، بس هو لازم يبقى فيه مشاركه افرض من انت المدير. ايوه يا كابتن يا كابتن دلوقتي افرض هي الرؤيه بتبقى واحده والاستراتيجيه واحده. افرض انا كمدرب في الوقت الحالي للنادي الاهلي، فاخترت 10 لعيبه ومشيت 10 لعيبه، وانا مشيت بعد شهر. لا طبعا مثلا لازم يبقى في رؤيه للنادي. ده طبعًا. مش رؤيه للنادي وبس، في الوقت الحالي كان الاول زمان يقول لك ايه، المدرب هو اللي يجيب كل. لا مفيش حاجه اسمها كده. لا طبعا في مشاركه طبعا، اللي موجوده هي اللي بتجيب، لان بيعتبروا اللاعبين من ممتلكات النادي وليس ممتلكات المدرب. ما هو ده حقيقي طبعا، ده حقيقي علشان لما يمشي يبقى مظبوط. بس كده. طب يا كابتن بلال معلش احنا خدنا وقت كبير جدا من وقتك، بس هنروح لفاصل وبعدين نرجع لك بقى. عيش عيش براحتك، الوقت كله جالي. نروح لفاصل ونرجع حضراتكم مره اخرى مع الكابتن احمد بلال. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن احمد بلال بنتكلم على نوعيه اللعيبه اللي النادي الاهلي محتاجها. ولعيب النادي الاهلي مش ملعب بس، حاجات كتير منها الشخصيه. لعيب النادي الاهلي ليه مميزات ومواصفات خاصه، اهمها شوف يا كابتن ايمن، هو لعيب البطولات مش بس لعيب اللعيب، والنادي الاهلي طبعا يعني سيد الانديه في البطولات. فطبعا عشان تلعب في النادي الاهلي خد بالك انت محتاج تبقى اولا شخصيتك قويه جدا تمام، مش بس عشان تتحمل الضغوطات. خد بالك الشخصيه دي ده معناها استمراريه في الاداء. ممكن النهارده اعمل احلى ماتش النهارده، هو انا كده بقى عندي شخصيه؟ لا، الاستمراريه ده جزء مهم جدا جدا جدا، انك تستمر في الاداء بتاعك، تبقى عارف ان انت كل ما بتحقق حاجه انت لسه ما حققتش، لسه قدامك كتير عشان تحقق. تمام، دي 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 النوعيه اللعيبه المفترض تلعب في نادي زي النادي الاهلي. النهارده انا هتكلم في الكواليتي، هكلمك في اللعيب اللي بتحمل الضغط، هكلمك في اللعيب اللي عنده سبيريت عاليه جدا، لكن الاهم
او الحاجه المهمه جدا جدا يبقى عندي لعيب عنده استمراريه. انا النهارده احنا شغالين بقى لنا 10 ماتشات كويس النهارده، الماتش اللي جاي لا، كويس النهارده الماتش اللي بعديه لا لا لا. لعيب البطولات، لعيب النادي الاهلي اللي عنده اهداف شخصيه بيحققها بالاضافه للاهداف الجماعيه بتاعه الفرقه. انا لازم يكون عندي اهداف شخصيه، لازم يبقى ما ينفعش انا بكون بلعب في النادي الاهلي اساسي وما اروحش منتخب مصر. صحيح، ما ينفعش صحيح. باي حال من الاحوال يعني ازاي ما العبش في منتخب مصر؟ ما ينفعش مثلا في النادي الاهلي وما يجيليش عرضين ثلاثه احتراف بره. ما ينفعش. ليه؟ لان الاسم اللي انت بتلعب فيه، المكان اللي بتلعب فيها، ده من المفترض ان هي بتؤهلك او بتسوقك حتى لو انت يعني صح. ما بتسوقش لنفسك. المفترض ان اسم لعبك في النادي الاهلي ده بيسوقك، تمام، بيعلم من الفاليو بتاع من الفاليو بتاعك، بيديك قيمه تسويقيه كبيره كبيره جدا جدا جدا. النهارده مع احترامنا مثلا يعني هنتكلم على سبيل المثال اليو ديانج، النهارده الرقم اللي محطوط فيه كام؟ مش اقل من 5 6 مليون دولار. مش كده يا كابتن؟ انت اشتريته بكام؟ طيب هو نفس اللعيب. طيب صح؟ مظبوط. بس القيمه بتاعه النادي الاهلي حطيته في كفه ثانيه، في حته ثانيه مختلفه. أيه. بالاضافه للاداء طبعا بتاعه. هو بالظبط. بالاضافه للاداء. أيه. يعني مش بقى يعني أيه هو لازم تبقى أيه. اكل يعني، فاهم قصدي؟ يا بلال ايفونا بدون قطع كلام جايب 2 مليون دولار اتباع ب 6 8 ولا 6 8 مليون. تاخد بالك؟ ب 6 مليون دولار. في سنه كام؟ في سنه كام؟ في سنه في سنه في سنه واحده بس. ايوه صح. في سنه. ايوه. انا ما راح الصين بس يعني. بس جاب لك. ايوه بالظبط. رقم مش مهم يعني. اضعاف الاضعاف. فاهم قصدي؟ صحيح. فانت النهارده انت طبيعي جدا انت لعيب لازم تفكر في نفسك، لازم تفكر في قدراتك، لازم تفكر في شخصيتك، في امكاناتك كلعيب، في مستقبلك كمان حتى كمان. اللعيب يعني النهارده يا جماعه هو حجازي مش من النادي الاهلي وعنده كام سنه؟ 28 سنه تقريبا. راح لعب في انجلترا. أي. 28 مزبوط. سنه مزبوط. يعني ده معناه ان انت طالما طول ما انت بتلعب جوه النادي طول ما انت عندك الامل والفرصه تمام؟ والفرصه انك تحترف في افضل انديه اوروبا. مزبوط. يعني في الدوري الانجليزي حجازي مش طبعا. تمام. الاتحاد جد على فكره. طبعا. طبعا الكابتن ده ما اقصدش قصدي مش من الاهلي يا كابتن، مش اللي راح الدوري. هو عنده 28 سنه. هو الثانيه كمان يا بلال في الاتحاد جد طبعا. يعني. تريزيجيه راح اندرلخت من النادي الاهلي نادي كبير. رمضان صبحي ما راح هدرسفيلد من النادي الاهلي. يعني انت بتتكلم ان النادي الاهلي مش هنقول محطه للاعبين، المحطه الكبيره اللي بتنقلك لحته كبيره جدا جدا جدا. مظبوط. فمحتاجه الكواليتي عاليه جدا، محتاج شخصيه يعني قويه جدا جدا جدا، يبقى عندك كاريزما انت. يعني انا النهارده اما اتفرج على ايفا اقول له لا ده بص ده ينفع يلعب في النادي الاهلي. بتشاور انت نفسك. صحيح. بتقول وده ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي، تمام، لانك بتشوف فيه المقومات بتاعته. كل يعني كلنا لعبنا في النادي الاهلي وكلنا مرينا بظروف صعبه جدا جدا. وكان كابتن علي اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال لك وانت بتصعد. لا يا كابتن علاء، انت صعدت وسط عمالقه، تمام، لعيبه كبيره جدا. يعني كل اللعيبه اللي موجوده وسط لعيبه كبيره جدا. يعني ممكن وانت في الناشئين لما تقعد تفكر فيها لا استحاله. برغم من امكاناتك الكبيره جدا وانك انت عارف ان من جواك. لو حاولت تتخيل. طبعا استحاله يا كابتن. ما بقول لك والله العظيم بتكلم يعني انت تلعب وسط مين ومين ومين ومين؟ ايه ده؟ لما بتلعب مع الكابتن خطيب وكابتن صفا عبده وكابتن ثابت البطل وكابتن اكرامي والكابتن مصطفى. لما يا ايمن معلش يا بلاد لما تتخيل. ايوه. انت مثلا بتلعب مثلا يعني كنت بتلعب مثلا في نص الملعب. فبتيجي كده وانت صغير حلم بالنسبه لك. حلم ايه ده؟ وهم انك انت اتجننت ازاي تطلع وسط الكم ده العمالقه دي بالكواليتي اللي بيتكلم عليها بلال دي. الموضوع صعب. صعب جدا دلوقتي. الامور سهله دلوقتي جدا. عارف يا بلال مؤاخذة معلش. اتفضل. عارف انا لما طلعت كان موجود علاء مجدي عبد الغني وخالد جدال محمد عام كابتن مختار كابتن مختار. انا بتكلم على نص الملعب. كابتن مختار ورمضان السيد كابتن رمضان وفي بلاز 8 او 9 يعني صعب جدا يعني نلعب منهم ثلاثه. انت ما حضرتش كابتن جمال عبد العظيم؟ لا حرام عليك بقى. عادل هو اللي حضر. كابتن دوزو. طيب كمل خفف بس القعده. فعايز اقول لك ان انت يعني برغم الكواليتي الكبيره جدا يعني لما شفنا لما اتفرجنا على عليكم كباتن كبار يعني انت بتقعد متخيل ان هو ده الكاريزما، هو ده الشخصيه. بس انت وانت صغير قبل ما انت تطلع انت وتقعد تفكر تقول لا الامر يكاد يكون شبه مستحيل في وسط اللعيبه الكبار العمالقه دي. لكن انت عشان عندك الامكانيات وعندك الشخصيه كمان. مش بس الامكانيات، ما خد بالك انا ممكن تكون امكانياتي عاليه جدا بس انزل ابقى خايف ومتوتر ومرعوب وقلقان ومش واثق في نفسي. المدير الفني ليه دور؟ طبعا له دور طبعا. نديك طبعا نديك تمام مش اي مدير فني. نديك ثقه. لا مش اي مدير فني. ويبقى عينه
جايبه ان انت ممكن تروح في الحته دي. ما هو خد بالك في مدير فني يبقى شايف ايه؟ لا على ما يبلى انا مش شايف ان هو ممكن يفيد معايا لو طلع في الفريق دي. بلال اصلا مش عارف، لا يعني شايف امكانياته عاديه فلو طلع مش هيفيد. لا في مدير فني يقول لك لا انا شايف ان ايمن شوقي لو خد فرصه في وسط الناس دي هيبقى واحد من ضمن الاساسيين. ما هو زمان المدير الفني بيحكم عليك كلاعب اساسي، ولما يجي يطلعك صحيح. من تحت ما بيقولش انا جايب علاء ميوب وسام عرابي وعدل، ما بيقولش كده، ما بيقولش انا جايبهم يلعبوا احتياطي. لا ده هو بيفكر فيك كلاعب اساسي. لما بيصعدك يعني زمان اللي كان بيصعد بيلعب اساسي، ما فيش حاجه اسمها انك لعيب بتصعد كده عشان تقعد احتياطي وتبقى احتياطي جيد وحلو وابن ناس وطيب وغلبان. لا ما فيش كلام، زمان تصعد من تحت ما بين يعني كان الصعود واحد او اثنين تقريبا في تقريبا يعني يعني بكثير جدا واحد او اثنين في السنه، عشان هو خلاص شافوك ماتش واثنين وثلاثه وابتدى يقيمك طول ما هو. ما احنا كنا زمان بنلعب في التتش، فكنت بتلعب قدام الفريق الاول فيبتدي المدير الفني. دايما بقول يا ام بلال دي كانت احلى حاجه في حياتنا ان الفرقه كلها كانت بتلعب على ملعب واحد ايما، فالناس كلها بتبص عليك مظبوط، المدير الفني بيتفرج عليك بيشوفك تمام، فبيديك فرصه انت تستحقها. هي دي الفكره، انت تستحق الفكره دي. الامر دلوقتي بقى سهل جدا بالنسبه للعيبه، لكن هل هم يستحقوا الفرصه دي؟ هي دي الفكره. النهارده مثلا مين اللي يقول انا ستة خمسه سته من الناشئين في فرقه النادي الاهلي، هل كلهم يستحقوا ان هم يلعبوا في فرقه النادي الاهلي؟ لازم تحكم عليه ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. مش قادر من 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 داي 1 مش قادر من اول ماتش انك تقول ده يا جماعه ده هيكمل في النادي. انت مش قادر، مش قادر تحكم في الحته دي، لان الكواليتي والقماش اختلفت يا كابتن ايمن. خد بالك في ناس بتحكم بسرعه، يعني ممكن تتالق في اول ماتش بيقول لك بص لا هو ده افضل من اساسيين. احنا لازم انا اسف محترم الجمهور على دماغنا من فوق وعلى راسنا واحنا من الجمهور في الوقت الحالي، لكن مش كل كلام السوشيال ميديا بيصدق. ومش كل الحكم عن طريق الفيسبوك والانترنت خلاص هو ده اللي انت هتمشي بيه. لا طبعا استحاله. انا كمدير فني عيني في وسط راسي تمام. انا كاداره نادي برضو شايف كويس وعامل بلان وحاطط انا يعني عامل كده استراتيجيه بالنسبه للعيبه اللي اختارها، انا محتاج ده ولا مش محتاج ده. زي ما قلت الكباتن من شويه انك انت ممكن يبقى واحد جامد جدا بس ملوش مكان، بس لما يروح فرقه تانية يبقى فعلا جامد جدا. هو ممكن تمام؟ الرؤيه تكون متاخده في بعض اللعيبه من قبل ما ياخدوا الفرصه بس دي، بس ممكن يغير المدير الفني يغير وجهه نظره بعديها. يعني ممكن باخد فكره مثلا النهارده انا مش عاجبني فخري تمام، دي تو ماتش في الثاني فلقيت امكانيات بتعلى بتزيد فبتغير طبعا ابتدي يعني عارف هيبتدي انا لا ابص كويس لا الولد ده ممكن يبقى عنده امكانيات كويسه تمام. سيد غريب نفس يعني كل الناشئين يعني زياده اي لعيب انت كمدير فني ممكن تدي الفرصه تشوف تحاول تحكم. وخد بالك الوقت ده اللي مش هيمسك في الفرصه خلاص اعتقد مش يعني استحاله يكون له مكان في النادي الاهلي، لان خد بالك الفتره اللي جايه من وجهه نظري انت 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 كنادي اهلي بتعمل استراتيجيه بقى تغيير، انت دلوقتي بتعمل احلال وتجديد في الفرق مزبوط. فبالتالي انت ممكن تشتري 8 9 لعيبه على فكره، مش لعيب ولا 2 ولا 3، ممكن تشتري 8 9 لعيبه. واعتقد المره الجايه لما تشتري 8 9 لازم يكونوا اساسيين، لازم لازم يكونوا او على الاقل يعني مستوى متقارب جدا من الناس الموجوده. ان لم يكن في ناس هتبقى اعلى بعض الشيء ده بعض المراكز وده الوضع الطبيعي مزبوط. انت عايز خلاص عايز مزبوط. يعني مش هتفقد المنافسه، مش هتتحمل انت كاداره نادي ولا انت كجمهور مش هتتحمل انك تروح لسنه ثانيه ما فيهاش بطولات، مش هتتحمل خالص، والجمهور مش هتحمل ولا انت كاداره نادي هتقدر تتحمل، هيبقى عليك ضغوطات غير طبيعيه لو رحت للسنه الجايه من غير اعداد جيد. اعداد جيد صح. يعني فرقه بتبني فرقه تانية مختلفة عن الفرقة اللي موجودة. ده مش معناه برضو ان احنا بنعيب في الفرقة اللي موجود، بس انت الفرقة دي بقى لها 5 سنين بتشتغل. فطبيعي جدا طبيعي يعني 5 سنين مظبوط مظبوط طبيعي. انت اهلا يعني احنا سقفنا لهم لما خدوا بطولة افريقيا وخدوا بطولة افريقيا تاني ووصلوا الفاينل وخدوا دوري عام وخدوا السوبر وميداليتين، بس وضع طبيعي. ده برضو زمن كبير يا كابتن، زمن كبير. اللي كان عنده 28 بقى عنده 31، فاللي كان عنده 24 بقى عنده 28 29 يا كابتن علاء. يعني ال- 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 الزمن يعني عدى عليك زمن كتير، عدى عليك 5 سنين، فبالتالي في 5 سنين من غير زمن يا بلال. انت طبيعي الفرقه كبيره كل سنه بتجدد انت مش فرقه في العالم ما هو انت كده. عشان بقى لك فتره قاعد مع دول يا كابتن. انا فاهم، انا معاك طبعا، فاهم قصدي، عشان لك بقى الفتره مع نفس المجموعه ما غيرتش كتير، ما اضفتش كتير. المواسم الثلاث مواسم ما فيش، مش قادر تدخل حد مش قادر تدخل حد دي. لكن السنه الجايه اعتقد ان في تحضير من مجلس اداره النادي الاهلي لتيم بيعد بشكل كبير جدا انه يحصل على البطولات اللي موجوده في
في التوقيت اللي جاي باذن الله تعالى. فانا انا مش قلقان على النادي الاهلي على الاطلاق. الماتش بتاع النهارده ده ماتش وراح لحاله وكسبته الحمد لله، وداخل على ماتش المقاولين العرب، ماتش ممكن يبقى يعني مش هنقول اصعب قوي بس يعني ماشي الحال يعني. احنا لسه مش عارفين هيتلعب امتى كمان يعني. إيه؟ مش عارفين لسه هيتلعب امتى. ما حدش عارف حاجه يعني. الدوري المصري ما حدش عارف حاجه. بس النهارده طلعوا خرافه لطيفه مش وحشه. ده كويس بتاع يعني 16 اكتوبر. اكتوبر بدايه الدوري الجاي ان شاء الله 16 اكتوبر. وبقيه الحاجات بقى بتاعت 18 فرقه تحت و18 فرقه فوق ايوه والحاجات اللي عملوها جديده دي يعني نتمنى بس يوفقوا فيها باذن الله. فعايز اقول يعني انا بس نصيحه لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي، قدامك فرصه ذهبيه. صحيح. فرصه حقيقيه من ذهب يعني، لازم تستغل الفرصه دي بشكل كبير. اللي هتفوتوا الفرصه دي يا جماعه مش هيكمل في النادي الاهلي. صحيح. ده نصيحه لازم كل لعيب يعني يعرف النصيحه دي بشكل كويس جدا. ممكن ما فيش في حاجات ما تسفكش انك ما بتلعبش في وسط العشره العمالقه تمام، لكن في نفس التوقيت لازم انا امكانياتي الفرديه على الاقل تبان. مش لازم انا يعني ممكن ما تاقلمش جماعيا، لكن على الاقل شخصيتي تبان في الملعب، امكانيات الفرديه تبان في الملعب. وانت كمان دلوقتي بتتكلم مش للناشئين بس، لبعض اللعيبه برضه. كل اللعيبه. لا مش الناشئين بس، بتكلم على كل اللعيبه. لان التقييم خد بالك النهارده فينا، ما انت لسه بتتكلم على صلاح محسن من شويه. هو ده انا ناشئ؟ مش ناشئ. الناس لما اتكلمت على قفشه بشكل مبالغ فيه النهارده، هو ده لعيب ناشئ؟ لا مش لعيب ناشئ، ولعيب كمان كبير وجايب لك بطولات. الانديه الكبيره يعني ما عندهاش فكره ان انا عندي لعيب كبير وهيفضل قاعد لي كده. لا بالظبط. الانديه الكبيره عايزه دايما تبقى انت على طول في الملعب، تبقى انت على طول متالق. يبقى انت ممكن تقع ماتش 2-3 وتستحملك وتسقف لك وعلى فكره وهتفضل يعني تسبورت ليك بالظبط، لكن مش هتفضل طول الوقت على طول تبقى سبورت وانت ما بتاديش بشكل كويس وانت تبقى اعلى على الفريق. صحيح. ده مظبوط. صح. طيب كابتن علاء، معانا بعض الحلقات، طبعا الفنيات كانت قليله النهارده، ولكن معانا بعض الحالات الفنيه يا ريت نجيبها على الشاشه. الفنيات ما جاتش علشان دي حقيقه. ايوه يعني بعض الحالات بس. طيب لو موجوده يا ريت نبص عليها على الشاشه. ده فخري. ماشي. بص هو دايما يعني كريم يعني فخري عمل حاجه حلوه قوي، التمريره وتحرك. تحرك بالظبط. الفرقه ما تبقى متكتله كده لازم الحركه، يعني الحركه من غير كوره دي نمره واحد. يعني لما معاك كوره هو سهل هيستلم لان مفيش ضغط، يعني عنده مساحه. بس لا هات لي الاستلام. معلش هو كابتن علاء برضو بيتكلم عن الحركه الاول. هات لي الاستلام. ماشي يا كابتن. بص الاستلام كويس. فرقت طبعا استلام. بص فرقت. لا بص الاستلام بقى فرقت. كمل الكوره. كان ممكن لو خدها باسلوب تاني او لو مشيت معاه بطريقه تانية كان ممكن يبقى مواجه لجول وشوط. هي تعطلت شويه. تعطلت شويه مع زياد. ماشي. بس هي بص اللي كان بيتكلم فيه هاني مكمل، اللي كان بيتكلم فيه بلال او مش عارف او عادل، التكتل التسعه اللي على 18 عايز ازاي تخلق مساحه لنفسك. ايوه كويس. الحاجه الاهم ازاي توصل لواحد على واحد. هما كده واقفين صح يا كابتن؟ مين الثلاثه دول؟ لا تلاتة يعني الشكل ده لازم يعني. أيوة. لازم اللي في النص ده لا مش عارف فخر ولا مين. أيوة. لازم يكمل قدام شويه. بالظبط. كويس بالظبط. تموقع مكسوني انا كويس. مكسوني كويس. واخد. أيوة. واخد البعيده. مزبوط. لازم. ايوه هو اللي عليه السهم ده لازم يكمل على. مزبوط. يعني يكمل بيجري عارف. صح. ايمن. صح. قبل حتى يعني وهو هاني بيحط رجله. صح. لازم كان قطع جري. مزبوط. اعتقد كان يبقى طبعا التشكيل اكتر. لكن بص بقى الكثافه الدفاعيه اللي معموله للمقصه. هو لعب على طول كده. ايوه هو بس بس هي بقى مشكله. انت اللي ساعدته على كده. ابص ايمن نص فرقه الدوري مع الاحترام الكامل ليها ما كانش ثلاث ارباعها بتلعبك كده. ايوه صح. في الدوري وفي بتحصل معاناه. صح. لانك انت مهما كان التكتل انت عندك من المهاره والخبره انك ازاي توصل للمساحه. الفرقه الكبيره. صح. كل الفرقه بتلعبها كده، لكن هم ازاي بيوصل ان يفضل واحد على واحد المهاره؟ ازاي التمرير والحركه؟ بص تمرير وحركه هايل. حلو. بس هو بعد كده ده ضربت بيها اكتر من واحد اثنين ثلاث اربع لعيبه والواحد. وبص يعني انت وصلت لايه؟ ثلاثه على ثلاثه. اللي يعني بعد بقى. اللي بعد دي يعني عندي مكسوني انت. هي. وصلت على ثلاثه على ثلاثه كويس؟ هنا بقى لا. لازم القرار بقى بتاع مكسوني. رجع الكره دي. معلش رجع الكره دي. بص يا ايمن اللي خلى النهارده بعد اذنك رجع الكره دي وهي في رجل مكسوني. بص يا ايمن اللي خلى النهارده الشكل الفني وحش او الفرص قليله دايما التمريره الاخيره.
يعني تمريره بص نرجع الكره ماشيه من هنا امتياز ايوه حلو لحد ما وصلت لمكسون يعني بص حركه تمرير باص وحركه بص حلوه هاي صح. كريم مكسون اتحرك كويس قوي هنا مكسون عنده بقى اكتر من حل هنا 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 مكسون عمل حاجه غلط ايوه هو استلم واول ما رفعش راسه ما شافش دي فقالك اعملها بالعرض بالعرض كملها بقى عادي كملها عادي هو شوط ولا عملها لا لا عملها بالعرض كملها لا مش جيني شوط بص عملها بالعرض بيشوط ده لا لا عملها بالعرض بس بيعمل. هو بيعملها ووشه في الارض ان ده لو استلم ورفع بس كده هتلاقي في واحد بره كان في مساحه ممكن يلعبها له فهي دايما كانت التمريره الاخيره بتبوظ لك الشكل هو قرار يا كابتن طبعا قرار خاطئ بيبوظ كل حاجه بيبوظ كل حاجه يعني بص هنا أربعة مضروبين في تمريرة من لعيب مخصص اللي كان بيتكلم عليها أسامة زحمة وزحمة وزحمة بص المنظر بص فترة أسامة مثلا هنا دي محمود متولي طبعا في العشرة بتوع فرقة المقصة ورا بس توزيعات الرباعي ده مش مظبوطة يعني المفروض يبقى فيها عمق شوية يعني الاثنين اللي هم اللي قدام متولي دولت بص فاتحين أولا مسافة التمرير زاوية التمرير وكمان مش واحد عادي. تحت واحد يعني مفروض واحد يروح يضغط على متولي واحد يبقى تحتيه شوية أي. يقفل عليه زاوية التمرير لكن كده مفتوحة قوي المتولي فعملها تمرير أمامي أعتقد نكمل لكان حسام حسن ده أعتقد ده سيد أحمد سيد أحمد سيد غريب لما قبل ما قبل أحمد سيد غريب لمكسوني خدها اعتقد واحده ل وان تاتش لزياد طارق بس كانت عاليه كان لازم يعملها له افضل من كده قدام طبعا لازم قدامه جول رجعها تاني معلش بعد اذنك بعد اذنك رجعها تاني ايوه ماشي هي دي مشيت كده كويس كان المفروض بقى تتعمل على الجول مزبوط. يعني تعمل له قدام مكسوني ويروح للجول طبعا مكسوني لعبها بقوه هي جت على يمين وسام هي الرؤيه ايه جت على يمين هو عاوز يعملها هي الدقه دقه اليمين مش زي الشمال طبعا انت فاهمني هو عاوز يعملها هو طبعا دقه يمينه مش شماله بس هو الطبيعي ما بعرفش النيه خير يعني الطبيعي ان الزاويه مفتوحه ولاعيبه المقصه مضروبين المفروض تتعامل لقدام على الجول لكن بعد كده زياد لا رجعها يعني التمرير ماشي مظبوط هنا بقى بص بقى النهارده هي دي اللي انا قلتها اقف بعد اذنك الكرات العرضيه معظمها النهارده يا في متناول لاعيبه المقصه يا قصيره يا بعيده ورا الجون يا بعيده الناحيه الثانيه معظم الكرات العرضيه النهارده من جميع الناس كانت وحشه طبعا ده قرار كويس من فخري عمله كذا مره وعمله مرتين ثلاثه انه سند وشاط لانك من واحده من الحلول لما يكون في تكتل تسديد. لازم التسديد مزبوط. يعني مظبوط برضه نفس الشيء كلهم العشرة تقريبا وراء بس انا عايز اتكلم على نقطه هنا كابتن عادل تحرك المهاجمين ولعيب نص الملعب عنده كور ثابتين مع الكور بالظبط ما انا كمان انا كلاعب نص ملعب انا مستني تحركات المهاجمين دول طبع. عشان العب له في الوقت المناسب انما هو حتى تحرك المهاجم بيبقى يعني قرار طبعا فالقرار بيفرق معايا انا كلاعب كمان نص ملعب ان انا اديك الكوره او العب الكوره صح هو ايه اللي بيتعب الفرقه اللي دايما بيتلعب عليها زون زي النادي الاهلي لما لعبته تبقى ثابته في الملعب يعني لازم التحرك كتير قوي لانه انت لو عملت ثبات مع اللعيبه نرجع الكوره دي تاني بعد اذنك اشوفها بصك بص عادل قبل ما تشرح نوقف انا عايز اقول لك بس 95 دقيقه اللقطه الفنيه الوحيده اتلعبت في الماتش اتفضل يا عادل بس طبعا اتاخدت وحش بس هو الاستلام انا عايز بس اقول حاجه مهمه قوي اول حاجه كره القدم دلوقتي بقت وصلت لانك انت فيها عنصرين مهمين التسليم والتسلم طول عمره مظبوط ولكن الحركه دلوقتي صح التكامل في الفكر ويمكن شفنا تصريح جارديولا كان امبارح قال على اللعيب المبتكر اللي انهي مش اللعيب المهارته اللي عنده مهاره بس لا اللعيب اللي عنده فكر والتحرك دلوقتي بقى التحرك هو اهم صفه بعد التسليم والتسلم المفترض انك انت لعيب كويس فعندك تسليم وتسلم لا الفكر هنا والتحرك يعني انا شايف فرقه المقاصه يعني انت لو شفت فرقه بتقف بالشخصيه دي يبقى تعرف انك انت لو ما ضربتهاش من الجناب يبقى انت ما فكرتش كويس صعب
وقف تاني، وقف هنا كده برجعه بعد اذنك، وقف كده برجعه بعد اذنك. لا ما وقفش اللي لا احنا كنا عايزين الكوره بتاعت سوري. لا انا عايز دي. بص يا كابتن، فرقه المقصه بالغ قوي في حته الوقفه ورا، هم عاملينها كويس، بس يجب ان في واحد يطلع من الصف دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة على خط واحد، هو المفترض في العادي بيبقى خمسة. الواحد ده بيطلع قدام. بص اللعيب نمرة 19 اللي تحت ده عامل ازاي، اللي هنا بتاع المقصة ده بخارج الكادر ده تحت. فكل اللعيبة دي، بص لعيبة النادي الأهلي أولا كله باصص للكرة من الثبات ده، حتى التحرك الوحيد اللي متأهب للحركة مين؟ سيد غريب، حسام حسن، حسام تسعة، واللي شويه صلاح محسن شويه واقف بظهره برضو. ايوه مظبوط، دي اللي كنت بتكلم فيه مع عصام عرب، تمام. برجعوا كده على حسام حسن، وبعدين روح على صلاح محسن الناحيه الثانيه، دول من المتاهبين للحركه بس. ان هم بيتحركوا للكوره اهو، دول من الوحيدين اللي واقفين بيهموا. لكن طب ما انا شكرا، اول ما تعمل لي كده انا مقصه انا مرتاح. ليه؟ لان انا طول الوقت هعمل ايه، طول الوقت هعمل ايه، هبقى واقف. انت عارف يا كابتن انك انت بتعمل مجهود قد ايه يعني. دي ماشي، حسام حسن نازل، المفروض عنده خيار من الاثنين، يعني لو ورا المدافعين ايوه قدام المدافعين. لا هو عملها فين؟ نمشيها بالكامل كده، نكملها مشيها. ده عاوز يعملها الثالثه. بس هنا اقول لك حاجه يا كابتن، الوقت وسرعه اللعب وسرعه اتخاذ القرار، انك انت اول حاجه بتعملها التحرك اول ما الكره تبقى معاك. انت بقى كنادي اهلي الفرصه الوحيده يا كابتن ايمن، الفرصه الوحيده اللي تقدر فيها تضرب الفرق لما بيكونوا لسه مش مستعدين للدفاع، لانهم اول فكره ليهم ان هم يدافعوا. ادي وقفه ثانيه، وقفه ثانيه. بص الوقفه دي يا كابتن بلال، وتحرك مهاجمي النادي الاهلي. نكمل الكور، نكمل الكور. هي دي البنالتي، دي البنالتي، هي دي البنالتي من اشرف، مش كده؟ يعني هو تفكير اللعبه نفسها حلو، يعني التفكير نفسه يعني صح. بس هات كده تاني، معلش. بس هو كمان اشرف عمل عليها مجهود جامد جدا بصراحه. يعني هي الكوره كانت صعبه جدا. هات تاني كده معلش، نكملها نرجع بيها تاني معلش. لا انا بس مين اللي فخري اللي فخري ولا رمضان؟ انا بعد الكوره دي بس عايز ارجع تاني بعد اذنك لكوره ميكيسوني اللي هو راح بيها انفراد من ناحيه الشمال، عشان نتكلم فيها مع الكابتن بلال يعني. ماشي كمل. بس الكور اللي زي ده يا كابتن بعد اذنك بس تاني كده معلش، هنجيبها بس عايز اتكلم معاك في النقطه دي، في اللعبه دي الاول يا كابتن. دي الكوره اللي ميكيسوني راح فيها. كمل، نكمل ماشي اوكي. بص يا كابتن، هو الكابتن كره معانا دلوقتي كويس. ميكيسوني عمل حاجه كويسه جدا الاول، الحركه التحرك، بس الاستلام تقريبا يعني الاستلام بالقرار اللي خده 70-80% من الجول. هي فتحت منه الكوره يعني جدا، يعني هو بيستلم الكوره فتحت منه، لو استلم لجوه سهل جدا يجيب. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، هو برده لو بص ولو عدل بعد برده ما استلم حطها في البعيده. ولو عدل لان هو شاط وهو مش معدول. بص شاط، بص الكوره مفتوحه منه ازاي يعني. ممكن ياخد كمان سنه خطوه صغيره كمان والجول طالع شيب مثلا من فوقه. يعني سهله برده يعني، ليها حلول على الارض من جنبه. يعني التصويب بالشكل ده برضه صعب، لانه خد بالك بص يا كابتن شاط الكوره ازاي، هو كمان مش معدول لانه شاط الكوره مجنح بالظبط يعني طويل عنه سن. لو سن لو هو ملك الكوره بشكل كويس خد بالك المسافه قريبه على الارض جول، تشيب من فوق جول، جول في اي حته في زاويه من الزوايا يعني امكانيات ان هي تخش جول الا الشوطه دي، لان هو شاطه مش معدول يعني. بس كمل بقى في وضعات طبيعيه، كمل في وضعات كمل يعني كمل. بص يا كابتن شوت ازاي؟ يعني مظبوط. لا دي عايزه يعني معلش اعدل نفسك وشوط. صحيح. يعني دايما احنا بنقول ايه؟ خليك سريع في لعبك لكن ما تكونش متسرع. يعني انت دي لو تقل سنه بس وظبط عدل جسمه جول جول في اي مكان، لان المسافه قريبه ومش يعني ومش وما راحتش بعيده قوي.
يعني برضه ستيل لسه موجوده في الـ في الـ في, الـ في الاريا الخطر يعني صحيح. وده عند 6 يارد فكان ممكن يتصرف فيها افضل من كده لو كان تأنى عليها شويه. انا بس عايز الكره اللي فاتت دي معلش يا كابتن كره اشرف اللي قبليها طب نجيب كره الجول وبعدين ناخد الكره دي لان برضه لينا تعليق عليها دي بس كره اشرف بتاعت البينالتي عايز اقول حاجه بس يا جماعه اللعبه اللي انا اللعبه دي معلش هات بقى ايوه خش على اللعيبه لا لا كمان كمان كمل 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 معلش كمل 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 سنه صغيره كمل 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 انا عايز المهاجمين ماشي. تجيب لي اللاين بتاع اهو خط الهجوم ماشي يا كابتن ماشي لا بص يا كابتن انا هقول لك على حاجه الكره اللي زي دي النهارده كل الدوريات الاوروبيه بتشتغل عليها بيبقى كل الناس بتتحرك عشان تفضي المساحه الناحيه الثانيه عشان تتلعب العكسيه يبقى فاضي انما ما ينفعش انا بتحرك طولي كده هتتحرك هتروح فين هتفضي لمين صعب جدا المفترض ان اللعيبه دي كلها بتتحرك الناحيه دي كده علشان الراجل ده يستلم في الحته الفاضيه تسيب مزبوط. المساحه هناك يعني الطبيعي بتاعت الكره دي ان تلعب في 18 صح. ما تتلعبش بالشكل ده صح. بس هو لعبها كده ليه لان لعيبه النادي الاهلي ما ثابتين في مكانهم واقفين المفروض ده يبقى في تحرك عرضي كده عشان يجي محمد اشرف من بعيد ياخد في ال 18 مظبوط خد بالك ده الطبيعي وعلى فكره ودي الحاجات اللي بتضرب بيها الفرق الصغيره اللي بتعمل تكتلات انك تجمع وتبتدي تتحرك فتفضي مساحه للباك او وينج من الوينجين او باك من الباكين صحيح. اللي طالع وتبتدي انت جايب وشك كمان فيبقى سهل جدا يا اما انت تروح تسجل يا اما تلعب الكره بالعرض الركنيه بقى اللي هي يعني في كلام شويه عليها ماشي نجيب الركنيه لاخرها بص يا كابتن شوف كم لعيب من النادي الاهلي موجودين 10 10 10 على طول احنا عددهم قبل هم ال10 ده دي تعليمات مدير فني طبعا ده اكيد مش ممكن بالظبط طبعا بس 10 ليه على 6 ده النظام الجديد في اوروبا لا هو عامه 10 على 6 10 على 5 عامه الضربه الركنيه يا ايمن ايوه يا كابتن تملي عدد زياده ماشي يا كابتن لا تمل الفرقه اللي بتدافع ماشي بتاول بتامن نفسها ان ما يجيش فيها جون صح فمعظم الناس بتدافع ب 10 معظم الناس ولو الفريق المقابل حاطط 4 5 هرجع ب 10 كتير هيطلع واحد قدام علشان هيبقى 9 ايوه علشان هو دلوقتي انا بكلمك في اوروبا انا مش مقتنع بيها لكن بكلمك هم ليه بيعملوها كده لان دلوقتي بقى عندهم حته المنطقه او المان لان هي هو دلوقتي مدافع منطقه دلوقتي بص هو منطقه فبيملاها سبعه واقفين مدافعين على المنطقه مش ماسكين حاجه بس مبالغ بس مبالغ زحمه مبالغ فيها يا كابتن اسامه لا 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 ده ممكن تعمل اخطاء يا سيدي ايوه صح لا لا بص يا كابتن الفرقه بتدافع كده يا كابتن معظم الفرقه بتدافع اللي واقف على ال 18 ده محدش ماسكه اصلا ما هو معتمد على انه لو اتلعبت بيروحوا يضغطوا عليه ما انا اقول لك حاجه طب واحد لو جه في الحته الفاضيه دي اللي ناحيه اليمين يعني لو ده جه في الشوط اللي ورا ده هيطلع هو لا 8 في 6 يارد لا مبالغ فيها 8 مننا 8 مدافعين في 6 يارد 10 كابتن يعني لا 7 في 6 يارد بتكلم على 6 يارد 7 وعلي لطفي ايمن فاهم انا ايمن في ناس كتير بيعملوا كده دفاع المنطقه ده هو موقف او عارف ان الكره غالبا بتيجي جون في منطقه الستة ياردة فهو بيوقف ناس سبعة او ستة دفاع منطقه على اساس هم اللي يطلعوا الكوره بيتعاملوا هم مع الكوره لو اتلعبت في الحته دي والباقيين المفروض يبقى فيه رقابه بس هي المشكله بقى ان الثلاثه التانيين كمان واقفين اللي هو مكسوني و ده واحد لازم يروح يقابل كمان الراجل ده كابتن انتشارهم غلط على ال 18 ال 10 لا هيطلع وهيطلع له واحد مش مشكله لا يا كابتن الكره تبقى اسرع هيطلع والله انتشارهم انتشارهم وحش بس طب انتشارهم لا لا هي الفكره الثلاثه اللي هم بره السته مش مراقبين يعني هي دي الفكره لكن اللي سبعه اللي جوه دولت عادي جدا نحمي المنطقه كده لكن الثلاثه اللي هم دولت مفروض يبقوا مراقبين الناس اللي الخضر دولت لكن هم مش مراقبين يعني أيوة. لو واحد طلع هيطلع عادي أيوة. لكن اللي هم واقفين جوه الستة ياردة يقدروا يدافعوا على الكره ما دفاع منطقه لو هو اتعاملوا بيها يعني هو المقصه يا كابتن ايوه لو النادي الاهلي ودى هناك اتنين لعيبه او ثلاثه لعيبه ايوه انا بكلمك على المقصه مع الاهلي هيقفوا ولا هيسيبوا اللعيبه؟ لا مش هيسيبوا المقص هيسيبوا تاني مش هيسيبوا مش هيسيبوا يعني لو يقدر علي لطفي ياخدها ويعملها هو لونج باص هيجيبها جول فانت هترجع كام؟ هترجع حوالي قدامه واحد زياده او اثنين زياده بالكتير اثنين زياده مظبوط ومع كتير. اللي بيرفع مع اللي على 18 يبقى وجهه نظر يا ايمن الكوره فيها وجهه نظر بس انا بقول لك عامه في الضربات الثابته وخاصه الكورنرز معظم المدربين بيرجعوا ال 10 او بالكتير 9 أيوة. ما بيرجعوش اقل من كده وجهه نظر انا مش مقتنع بس وجهه نظر المدرب مش هقدر اقول لانه بيدافع عن جونه الاول قبل ما يجيب جون طيب
عموما هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس وحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، الكابتن علي ابو رحمان، الكابتن بلال. اهلا وسهلا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي وهارد لك للنادي المقصه. كابتن النهارده كابتن ايمن عندنا مفاجاه، والحكم محظوظ على فكره. يعني النهارده الحكم كابتن عادل محظوظ، وهقول ليه. لانك انت لما تشهر ثلاث بطاقات صفراء في ماتش والدنيا تعدي تبقى انت محظوظ. النهارده تم اشهار البطاقه الصفراء ثلاث مرات للاعب نادي المقصه هشام حافظ. ايوه معايا يا كابتن عادل؟ ثلاث مرات وهو وائل النهارده محظوظ ليه؟ لان اللاعب لما اطرد في البطاقه الثالثه كابتن ايمن خرج على طول. ايوه ما لعبش. هشام حافظ هو يحمل البطاقه في الدقيقه 65 يا كابتن احمد. نتيجه اللعبه بتهور مع لاعب النادي الاهلي، وبعدين في اعتراضه على ركله الجزاء اداله الصفرة الثانيه. ايوه وهنا كان المفروض البطاقه الحمراء تطلع. ايوه اللاعب اعترض ثاني راح مديله الصفرة الثالثه. مديله الصفرة الثالثه وبعدين راح طرد. حظ وائل النهارده هو محظوظ لان هو يعني حكم صاعد وربنا كرمه النهارده. يعني الماتش كان سهل وعمل مباراه كويسه، ولكن النهارده بنقول يا جماعه لابد يكون في تركيز موجود مع الحكم. لانك انت كابتن عادل كابتن اسامه لما بتدي بلال انذار بتبقى عارف ان بلال عنده انذار عشان البطاقه الثانيه بتبقى لما بتبقى رايح عنده تحضر قرارك يبقى دي الثانيه الحمراء. ولكن بنقول ان هو احنا هنقف معاه النهارده. الخطا يعني مش هو خطا في تطبيق القانون كابتن احمد، بس مش هتعاد المباراه. ليه؟ لان اللاعب كمان ما قعدش بعد البطاقه الحمراء. الحاجه الثانيه النادي المقصه خسر. النادي المقصه خسر، انما لو كان اللاعب ده بعد البطاقه الصفراء ما خدش الاحمر ولعب وكمل والنتيجه كانت عكس اللي هي موجوده النهارده، كان هنا يبقى الخطا هنا اثر يستوجب اعاده المباراه. كان يستوجب اعاده المباراه. هنروح لطاقم التحكيم الاول نشوف طاقم التحكيم الاول اللي هو وائل فرحان. وائل فرحان لعب ثلاث مباريات للنادي الاهلي بس هو لعبه فار، مباراه في كاس الرابطه ومباراتين كابتن عادل في دوري العام. مباراه كان فار مع احمد الغندور ومباراه كان فار مع ابراهيم نور الدين. دي اول مباراه للنادي الاهلي، اول مباراه للنادي الاهلي النهارده بيلعبها. معاه كان وائل شعبان حكم متميز، رضا جبر مساعد رقم 2، التابعي حكم رابع، كان على الفار النهارده حكم مصطفى عثمان، وكان معاه حماده الكلاوي. بنقول دايما يا كابتن ايمن الحكام الصغيرين بنقف معاهم. صحيح. وهو زي ما قلت هو محظوظ جدا 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 ان المباراه عدت، ولكن لابد ان هو يستفيد يركز والحكام كمان تركز. صحيح. يعني ما ينفعش انا ادي لاعب ثلاث بطاقات وبعدين اديله الحمراء. ما تحصلش في اي حته، ولكن النهارده هنشوف الحالات ديت كابتن علاء ونشوف واحده واحده مع التحليل. هنا بيسمح باستمرار اللعب، قرار جميل. هنا ما وقفش، هنا في مخالفه وما وقفش، هنا ودى استمرار اللعب، وهنا طبعا بشيد بالقرار بايده الشمال، وحاجه جميله جدا جدا. قرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب وعدم توقيف المباراه. الحاله الثانيه هنا في انذار يا كابتن، هنا هو قبل ما يروح للفار تمام ولا هنا ايه؟ لا دي الحاله دي. بص انا بقول لوائل ايه؟ هنا في اعتراض على قرار من لاعب المقصه ان احنا ما خدناش فاول. انت معايا كابتن عادل كابتن بلال؟ فانا مش هتكلم كتير يعني يا فرحان، مش هتدي بطاقه خلاص كلمتين وارجع ما تعطلش اللعب، وارجع اقف في نص الدايره عشان ايه تستلف اللعبه بسرعه. ولكن الكلام الكتير مع اللعيبه مش مطلوب يا كابتن عادل، خلاصة الامور سهله. الحاله اللي بعد كده هنا حاله من الحالات اللي كان يجب هنا احتساب مخالفه. نشوف هنا الكوع في اللعبه او اللقطه الاخيره مع لاعب النادي الاهلي هنا، ونشوف هنا في مخالفه يا وائل. هنا الكوع كابتن علاء معايا، وهنقول مخالفه بدون انذار، ولكن انت لم تحتسب هذه المخالفه، وهي مخالفه واضحه للاعب النادي الاهلي. هنا شوف هنا الكوع
لاعب المقص هنا بيرتقي فوق ثم هنا الكوع بيجي، حتى كان ممكن كمان يدي فيها انذار كابتن للتهور استخدام الكوع في الوجه، ده بنقول عليه اقل حاجه تدي فيها طاقه صفر. نمر دي حاجات كلها حاجات ممكن هو يمشي بيها مفيش مشكله خالص يا وائل. الحاله اللي بعد كده هنا بقى كابتن، بقى نركز مع بعض كابتن ايمن، هنا بقى المهم، والمهم مش لوائل بس، المهم لكل حكام مصر. درس درس المره دي عدت بخير يا كابتن بلال، المره الجايه مش هتعدي. نشوف هنا اللاعب نادي المقصه اللي هو هشام حافظ مع صلاح محسن، نرجع تاني كده، هو هنا ادى الصفرة، نشوف هنا الدخول، الدهس على القدم واضحه جدا وحفظناها يا كابتن اسامه، هنا تستوجب بطاقه الصفرة على طول، وهي هنا اشهر بطاقه الصفرة هنا للاعب المقصه اللي هو مين؟ هشام حافظ في الدقيقه 65. تمام؟ هنا انذار لكابتن الفريق لما تم استدعاء الحكم للفار يا بلال، هذا اللاعب اعترض على الحكم وبالتالي هنا بروح واحده على يعني واحده واحده بس بعد اذنك بس عشان نوضح عشان النقطه اللي جايه مهمه. هرجع بس الانذار بتاع اللي هو كابتن الفريق تاني، معلش معلش ادى انذارين ها واحده واحده. هو هنا لما ركله الجزاء عدت منه وما حسبش كابتن بلال، الفار استدعاه وهو لسه قبل ما يروح للفار، هذا اللاعب اعترض قبل ما وائل يروح للفار، اداله اوريدي اشهر بطاقه تبقى انه يكون صح. بس مش هو ده اللاعب اعترض على فكره. طيب نروح بعد كده للحاله اللي هنا بقى، هنا بقى كابتن بقى هنا هنا تاني هشام حافظ اعترض الاول، خد الايه؟ الانذار التاني ليه؟ التاني هنا نقف، بص هنا لو تلاحظ هنا لاعب الاهلي بيقول له ايه؟ تاني لا عاوزانها على طول، عاوزانها على طول بس عشان ايه الـ 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 الناس تشوف اللعبه تاني، اللعبه تاني من الاول معلش. تاني هنا ادى ايه يا كابتن؟ اصفر اصفر تمام؟ فاللاعب اعترض تاني معايا، خلينا ماشيين باللقطه واحده واحده. اعترض تاني اعتراض تاني لما خد الانذار التاني راح مدي انذار تاني، اداله انذار تاني تمام. هو هنا حتى صلاح محسن بيقول له ايه؟ عنده اول ما اداله الانذار التاني قال له ده احمر انذار تاني تمام، اداله الانذار التالت تمام، وبعد كده راح مدي البطاقه. مش يمكن اختلط عليه الامر الحمر في الـ في الكارت. بص يا كابتن انا مش حاجه اسمها تختار، انا النهارده كحكم لابد ان انا احفظ اللاعب اللي انا بدي له انذار كابتن بلال، لان دي تبقى مشكله. ليه؟ انا بتكلم على مكان الكارت نفسه. لا كابتن هو ده اصفر فاصفر، هو خلي بالك هو ما مش عارف ان ده عنده انذار قبل كده. يعني هو مش عارف ان اللاعب ده عنده انذار في الدقيقه 65، هو فاكر ان ده اول انذار للاعب وبالتالي اداله انذار في انذار فحم. انت معايا يا كابتن عادل؟ صح. ولكن هو قال دي ما تعديش عليك، وزي ما قلت انت محظوظ النهارده. ليه بقى محظوظ؟ لان النهارده اللاعب خد الاحمر وخرج واللعب كان متوقف. يعني اللاعب دوت امتى يبقى في مشكله يا كابتن عادل كابتن بلال كابتن ايمن؟ لما لاعب دوت يبقى عنده انذارين وما يطردش ويكمل المباراه. ولكن دي درس لكل حكامنا، هنا بيديه الاصفر تاني اهو، ثم بعد كده اللاعب يعترض تاني، من هنا البطاقه الصفراء دي التانيه دي تعتبر بعدها على طول المفروض كارت احمر، راح مدي البطاقه الصفراء الثالثه وهكذا. تمام؟ دي الحاجه المهمه. ولكن هو وائل حكم اعتقد حكم مبشر، بنقول له ركز الخطا دوت عدى وانت كنت محظوظ. النهارده كان موجود جلاتنبرج النهارده في المباراه، كان موجود مع تامر دري، الاثنين كانوا حاضرين المباراه. الراجل النهارده بيهتم كابتن ايمن، بيحاول يستكشف بنفسه، احنا اول مره نشوف النهارده رئيس لجنه الحكام متواجد بيشوف حكم ما حصلتش قبل كده، وده بيدل على ايه؟ ان الراجل بيهتم عشان يشوف بنفسه في ارض الملعب الحكم بيتحرك ازاي او الحكام بتشتغل ازاي. من ضمن الحاجات اللي هو جلاتنبرج في اجتماع لجنه الحكام كابتن ايمن، ودي بالنسبه لنا هنا في الاستوديو اول مره نقولها ومحدش يعرفها، ان هو كان عليه في ملاحظات على شغل لجنه الحكام. نمره واحد اتكلم على عنصر اللياقه البدنيه، وقال ان هناك بعض الحكام اللي عندهم وزن وعندهم مشكله في اللياقه البدنيه كتير كتير، ودي المفروض تتعالج، وانا هشتغل على هذه الامور بشكل عام وشكل تخصصي. صحيح. يعني ايه حكم محتاج سرعه هيديله سرعه، حكم محتاج مزبوط. ينزل وهكذا، ده شغل يعتبر ده تطوير. صحيح. اتكلم في جزئيه مهمه جدا جدا يا كابتن، وقال مشكله الحكم والفار بتاخد وقت كتير يا كابتن اسامه، وانا هعمل على ان هي تبقى فتره قليله، وهعمل ان الاخطاء ديت بالنسبه للفار
تبقى قليله، لان مشاكل التحكيم عندنا هي كانت بخصوص حكم الفار. صحيح. اخر حاجه وحاجه مهمه هو الصدم صدمه كبيره لما سال، ولما قعد مع الناس قال ايه؟ كل واحد يقدم وظيفه عمله او طبيعه عمله في اللجنه، الكل اتكلم على ايه شغلته في اللجنه. في الاخر خالص سال سؤال قال طب فين لجنه التعيينات؟ انا ما سمعتش حد قال ان احنا في لجنه التعيينات، هو مين اللي بيعين؟ قالوا لي بيعين الكابتن عصام عبد الفتاح. فرد. ده بالنسبه له كانت صدمه، لان الكلام ده مش موجود يا كابتن ايمن في اي لجنه حكام على مستوى الاتحادات الاهليه والقاري. لجنه التعيينات دي بتبقى على الاقل ثلاثه مع رئيس اللجنه. فهو قال طبعا الكلام دوت ما ينفعش، وبالتالي هنا كلف تامر دري مع سكرتير اللجنه ان هم الفتره اللي جايه يعملوا التعيينات لحين تشكيل اعاده تشكيل لجنه الحكام. دي اخر حاله معانا، ونتمنى طبعا انه الاوائل ما فيش مشكله خالص، الماتش عدى، ولكن الفتره اللي جايه لابد انك انت تركز، وبالتوفيق ان شاء الله للتحكيم المصري ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا. اشكرك كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومصر المقاصه في دور ال 16 لكاس مصر، وتنتهي بفوز النادي الاهلي 1-0. مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا ايمن، والحمد لله المباراه عدت ان شاء الله قادمة ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا يا كابتن. شكرا. كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا، مبروك، وان شاء الله اللي جاي احسن، ولازم نشد حيلنا عن كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. كابتن عادل عبد الرحمن الحمد لله على الصعود اولا، وثاني حاجه انا ببقى سعيد حتى لو ما بنبقى شويه مش كويسين بنكسب، ودي مهمه. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه تحياتي.